السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتورة الأم علي عبد الظاهر، أدرس في قسم الفارماكولوجي كلية الطب جامعة أسيوط. المحاضرة دي موجهة لطلبة مادة الأدوية التطبيقية معهد فني تمريض للعام الدراسي 2021 بعنوان Thyroid Disorders. المحاضرة بتاعتنا يا جماعة بعنوان Thyroid Disorders. يعني ايه يا جماعة؟ يعني Disorders of Thyroid Gland. طيب قبل ما نتكلم عن Disorders يا جماعة، لازم نعرف ايه هي اساسا الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند زي ما شايفين قدامنا في الصورة اللي قدامنا دي عبارة عن ايه يا جماعة؟ It is a butterfly gland lies in front of the neck. يعني ايه؟ يعني جلاند عاملة زي الفراشة زي ما احنا شايفينها كده، موجودة قدام الرقبة زي ما احنا شايفينها برضو في الصورة. تمام؟ It is composed mainly of two loops. تتكون من اتنين loops او نقدر نقول فصين، right and left loops. تمام؟ The two loops دول connected together by a central part known as isthmus. طبعا كل الكلام ده مكتوب على الصورة قدامنا. تمام؟ اوكي؟ واضح؟ لو جينا بصينا على ال back of the thyroid gland هتلاقي عندنا four small glands. ال four small glands دول اسمهم ايه يا جماعة؟ اسمهم parathyroid glands. واضح يا جماعة؟ يبقى دي in brief بدون أي details الثايرويد جلاند. اوكي يا جماعة؟ يعني هي عبارة عن غدة موجودة قدام النك، بتتكون من فصين right and left. تمام؟ connected together by the isthmus. تمام؟ الباك بتاعها فيه موجود عليه زي ما احنا شايفين أربعة جلاندز هما صغننين لونهم أصفر، دول اسمهم parathyroid gland. طيب ايه أهمية الثايرويد جلاند يا جماعة؟ الثايرويد جلاند دي احنا زي ما احنا عارفين طبعا هي مسؤولة عن ال production of very important hormones known as thyroid hormones. اوكي يا جماعة؟ الثايرويد جلاند دي ليها unique character ان هي has the ability to trap and absorb iodine. احنا عارفين ده الايودين زي ما احنا نشوف بعد كده ده ال main component involved in the synthesis of thyroid hormones. اوكي؟ بعد ما تعمل trapping للايودين المفروض ان هي بتعمل production and the synthesis of thyroid hormones. واضح يا جماعة؟ طيب احنا عشان نبقى بس فاهمين المحاضرة هتمشي ازاي، احنا لو جينا قلنا in general ايه هو الديزاين بتاع المحاضرة، اول حاجة هنتكلم عن synthesis of thyroid hormones. تمام؟ ازاي بتتكون thyroid hormones. هنتكلم بعد كده عن physiological roles of thyroid hormones. ايه الوظيفة بتاع thyroid hormones دي في الجسم؟ عشان نعرف thyroid disorders ممكن تعمل ايه في الجسم، هو ده الهدف. اوكي؟ طيب هنتكلم بعد كده في الكلينيكال بارت اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو الديستربنس ان ثايرويد هرمونز. تمام؟ الديستربنس ده ممكن يبقى في صوره هايبر برودكشن او هايبو برودكشن. تمام؟ اوكي؟ يعني هنتكلم عن الديستربنس الثايرويد هرمون في حاله زياده الثايرويد هرمونز برودكشن وفي حاله نقص الثايرويد هرمونز برودكشن. اوكي؟ طيب سواء بالزياده او بالنقص هنتكلم عن ايه يا جماعه؟ هنتكلم عن الكوزس of this disorder whatever whether it is hypo or hyper. هنتكلم عن المانيفستيشنز، ايه هي الاعراض اللي بتظهر على البيشنت. هنتكلم عن الدراجز يوزد فور مانجمنت، هنتكلم عن مجموعه من الدراجز اسمها الانتي ثايرويد دراجز، دي بتعالج حالات الهايبر ثايرويديزم. وهنتكلم كمان عن الدراجز اللي هي يوزد ان مانجمنت اوف هايبو ثايرويديزم. تمام؟ اخر حاجه هنتكلم عنها هنتكلم عن الامرجنسي كونديشنز اللي هي ممكن تحصل نتيجه الهايبو اور هايبر ثايرويديزم. اوكي يا جماعه؟ اوكي؟ في حالة زيادة الثايرويد جلاند حالات الهايبر ثايرويديزم البيشنت ده ممكن يدخل في emergency situation اسمه ثايرويد ستورم. اوكي؟ في حالة نقص الثايرويد هرمونز البيشنت ده ممكن يدخل في emergency situation بنسميه ميكزيديما كوما، وهنعرف الكلام ده in details. واضح يا جماعة؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي الديزاين بتاع المحاضرة هيمشي ازاي. طيب لو جينا ندي فكرة يا جماعة عن الثايرويد هرمونز، ايه هم الثايرويد هرمونز او ايه هم الهرمونز released from thyroid glands؟ هم طبعا synthesized and released from thyroid glands، هم بيتصنعوا وبيحصل لهم release من الثايرويد glands. اوكي؟ طيب ايه هم يا جماعه الهرمونز دول؟ هنلاقي ان هم two types of hormones. تمام؟ في هرمونز بيحصل لهم secretion من الثايرويد follicles themselves، وفي هرمون تاني بيحصل له secretion من special cells موجودة في الثايرويد جلاند اسمها الـ parafollicular cells أو الـ C cells. واضح؟ طيب مين هما اللي هما أول هرمونز أو أول مجموعة من الهرمونز اللي هما بيحصل لهم secretion from the thyroid follicles؟
عندنا two types of hormones أو نقدر نقول two hormones. أول هرمون فيهم بنسميه الثايروكسين هرمون أو تترا أيودو ثايرونين أو T4. نركز كده يا جماعة في الأسماء، تمام؟ نعيد الكلام اللي أنا قلته تاني عشان ما يحصلش لخبطة. عندنا يا جماعة two groups من الهرمونز بيحصل لهم secretion from the thyroid gland. أوكي؟ أول مجموعة من الهرمونز بيحصل لهم release from the thyroid follicles، تمام؟ تاني مجموعة أو نقدر نقول الهرمون الوحيد اللي هو الكالسيتونين اللي هنقول عليه بعد كده بيحصل له secretion from special cells from the thyroid gland، اسمها إيه يا جماعة؟ اسمها parafollicular cells أو C cells، تمام؟ نتكلم عن أول جروب من الهرمونز اللي هما بنسميهم الأيودين containing amino acids، تمام؟ اللي هما مين يا جماعة؟ اللي هما two hormones، وهو ده هيبقوا مجال الحديث بتاعنا. الكالسيتونين مش هنتكلم عنه، هنتكلم عن أول مجموعة من الهرمونز اللي هما إيه يا جماعة؟ هتلاقيهم إن هما two hormones. أول هرمون بنسميه الثايروكسين، الاسم التاني بتاعه تترا أيودو ثايرونين، الاسم التالت بتاعه T4، تمام يا جماعة؟ نحفظ الثلاث مسميات للهرمون لأن هو السؤال ممكن يجي بأي مسمى فيه، أوكي؟ يبقى هنقول ثايروكسين، تترا أيودو ثايرونين أو T4، واضح؟ طيب الهرمون التاني اسمه إيه يا جماعة؟ اسمه تراي أيودو ثايرونين أو T3، تمام يا جماعة؟ أوكي؟ يبقى أول two hormones أو نقدر نقول two hormones اللي هما بيندرجوا تحت مجموعة نقدر نقول iodine containing amino acid. أول هرمون اسمه الثايروكسين، الاسم التاني بتاعه تترا أيودو ثايرونين، الاسم التالت T4، الهرمون التاني اسمه تراي أيودو ثايرونين أو T3، واضح يا جماعة؟ اللي احنا هنعرفه يا جماعة وهنأكد عليه بعد كده في السلايدز اللي جاية إن T3 is about 3 to 4 times more potent than T4. T3 ده يا جماعة نقدر نقول عليه 4 مرات أقوى من T4، تمام؟ أوكي؟ طيب هما الاتنين بيحصل لهم production from the thyroid follicles of the thyroid gland، بس لقينا يا جماعة إن T4 بيبقى released in large amount، لقينا إن نسبة الريليز بتاع T4 لT3 تقريبا 5:1، يعني كمية T4 اللي بيحصل لها ريليز من الثايرويد جلاند تقريبا 4 أضعاف T3، تمام؟ أوكي؟ لقينا أغلب كمية T3 اللي موجودة في البريفرال سيركيوليشن بتحصل أو بتتكون نتيجة البريفرال كونفرجن فروم T4. هنشوف بعد كده لما نيجي نتكلم عن عملية السنس بتاع الهرمونز هنلاقي إن في كمية كبيرة من T4 بيحصل لها peripheral conversion، يعني بيحصل لها conversion في peripheral circulation للـ T3. أقول تاني الكلام ده يا جماعة، الـ T3 يا جماعة is about 4 times more potent than T4، أوكي؟ But T4 is released in larger amount compared to T3. T4 is released in amount about 5 times than T3، تمام؟ أوكي؟ The majority of the amount of the T3 in the peripheral circulation occur due to peripheral conversion from T4. يعني أغلب كمية T3 اللي موجودة دي بتحصل نتيجة التحول من T4. Okay؟ زي ما هنشوف يا جماعة المجموعة دي اللي هي سواء T3 أو T4 لقينا ليهم half أو نقدر نقول half broad effect on growth development and metabolism. هنقول الكلام ده in details في السلايدز الجاية. Okay؟ طيب واضح يا جماعة؟ اتكلمنا عن أول مجموعة من الهرمونز اللي هي الأيودين كونتيننج أمينو أسيد اللي هم T3 and T4 أو نقدر نقول الثايروكسين and تراي أيودو ثايرونين. طب نيجي للهرمون التاني اللي احنا مش موضوع حديثنا بس هناخد عنه هنت بسيط عشان نعرف هو ايه، اللي هو يا جماعة ايه؟ اللي هو الكالسيتونين. قلنا ان هو بيحصل له secretion from special cells within the thyroid gland اسمها parafollicular cells أو C cells. اوكي؟ ايه اهميته الكالسيتون يا جماعه؟ ايه هو الفسيولوجيكال رول بتاعه في الجسم؟ لقينا ان هو مسؤول عن الريجوليشن اوف كالسيوم ميتابوليزم. هو كل وظيفته ان هو لما بيلاقي البلاد كالسيوم ليفل عالي بيعمل ايه؟ بيعمل ريدكشن للبلاد كالسيوم ليفل، تمام؟ وبالشكل ده بيقدر يعمل اوبوزنج او يقدر يعمل انتاكونيزم تو ذا اكشن اوف ذا بارا ثايرويد هرمونز. يعني هو الاكشن بتاع الكالسيتونين بيضاد الاكشن بتاع البارا ثايرويد هرمونز، وزي ما قلنا هو كل شغلانته ان هو بيعمل ريجوليشن للكالسيوم ميتابوليزم عن طريق ان هو بيقلل البلاد كالسيوم ليفل في حاله لو حصل elevation of the blood calcium. واضح يا جماعه؟ فهمنا ايه هما الثايرويد هرمونز؟ طبعا الكالسيتونين ده الكلام الوحيد اللي هنقول عنه في المحاضره دي. اللي يهمنا يا جماعه اللي هما المجموعه الاولانيه اللي هما الثايروكسين او T4
وتراي ايودوثايرونين اللي هو الدي 3. تمام يا جماعه، دول الامبورتنت هرمونز اللي هنتكلم عنهم واللي هنتكلم عن الديس اوردرز اوف ذير ليفلز. واضح؟ طيب هنتكلم هنا يا جماعه عن عمليه السينثيسيس اوف ثايرويد هرمونز. تمام، عشان نتكلم عن السينثيسيس لازم يعني نوضح استراكشر بسيط في الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند دي يا جماعه هيستولوجيكالي لما جينا شفناها اندر مايكروسكوب لقينا انها بتتكون من مجموعه نقدر نقول استراكشرز اسمهم ايه يا جماعه، اسمهم ثايرويد فوليكلز. ثايرويد فوليكلز تمام، دي بتبقى استراكشرز كده مدوره بتبقى لايند باي سيلز وبتبقى فول اوف ماتيريال اسمها كولويد ماتيريال. تمام، انا بس عايزاكم تتخيلوا الموضوع. يبقى هو المين استراكشر الكولويد اللي هو شايفينه فوق، شايفين يا جماعه في اقصى اليمين كده من فوق هتلاقي فيه كلمه اسمها كولويد. الكولويد دي ماده او ماتيريال انكلودد وذين ذا ثايرويد فوليكلز. اوكي يا جماعه، اوكي، يبقى المين استراكشرال يونت اوف ذا ثايرويد جلاند حاجه اسمها ثايرويد فوليكلز. ثايرويد فوليكلز ده هتاخدوه في الهيستولوجي او يمكن لسه هتاخدوه، ده عباره عن راوندد ستراكشرز لايند باي سيلز تمام فول اوف ماتيريال اسمها الكولويد ماتيريال. تمام، الكولويد ماتيريال اللي احنا شايفينه ده هتلاقيه ريتش ان سبستانس نون از ثايروجلوبين. شايفين الثايروجلوبين، هتلاقوا الكلمه مكتوبه كده هتلاقيها في نص السلايد كده حاجه اسمها ثايروجلوبين. اوكي، ده عباره عن بروتين lies within the colloid. ايه اهميته يا جماعه الثايروجلوبين ده؟ الثايروجلوبين ده the site of the synthesis او نقدر نقول بعض ال steps of synthesis of thyroid hormones بتحصل جواه زي ما هنشوف بعد كده. اوكي، الثايروجلوبين ده يا جماعه full of حاجه اسمها tyrosine residues، هو تقريبا فيه من 100 ل 200 tyrosine residues، وزي ما هنشوف ان التايروزين ده واحد من ال important structural units responsible او involved in structure of thyroid hormones. اوكي يا جماعه، هاكد على الكلام ده تاني. يبقى احنا قلنا يا جماعه ان thyroid gland is composed of number of thyroid follicles. the thyroid follicles is full of colloid material. اوكي، الكولويد is rich in thyroglobin. thyroglobin ده بروتين lies within the colloid. thyroglobin is full of tyrosine residues. اوكي، اوكي يا جماعه، الكولويد ده تمام وجواه الثايروجلوبين بيحصل في المنطقه دي السينثيسيس اوف ثايرويد هرمونز. تمام، وبيحصل كمان ريزرفيشن، يعني هي الكولويد ده بيبقى اكت از ريزرفوار فور ذا ثايرويد هرمونز افتر ذير سينثيسيس. اوكي يا جماعه، فهمنا الكلام ده؟ واضح، يعني الثايرويد هرمون بيحصل لهم سينثيسيس within the thyroglobin of the colloid وبعد كده بيحصل لهم ستورج within the colloid. اوكي، until they are released into the peripheral circulation. واضح؟ طيب ازاي بيحصل يا جماعه سينثيسيس اوف ثايرويد هرمونز؟ اول حاجه يا جماعه احنا خدنا قبل كده في الفسيولوجي ان الثايرويد جلاند از اندر كنترول اوف امبورتنت بيتيوتري جلاند اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه تي اس اتش او اسمه الثايرويد ستيمولاتنج هرمون. اوكي، واضح؟ فاكرين يا جماعه لما كنا بنتكلم عن حاجه اسمها الهايبوثيال بيتيوتري اكسس، ان كل او نقدر نقول اغلب الهرمونز اللي في الجسم بيبقوا اندر كنترول اوف ذا هايبوثالاموس اند بيتيوتري. تمام، هو ده اللي بيحصل اكزاكتلي في حاله الثايرويد هرمون سينثيسيس. اول حاجه بيحصل ستيميليشن من الهايبوثالاموس، الهايبوثالاموس دي بتطلع هرمون اسمه التي ار اتش او اسمه الثايرويد ريليزنج هرمون. الثايرويد ريليزنج هرمون ده بيعمل ستيميليشن للبيتيوتري جلاند عشان تطلع هرمون مهم جدا اسمه الثايرويد ستيميوليتنج هرمون. اوكي، الثايرويد ستيميوليتنج هرمون ده يا جماعه هو المسؤول عن الدايركت ستيميوليشن اوف ذا ثايرويد جلاندز تو برودوس اند ريليز ثايرويد هرمونز. اوكي يا جماعه، طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ نفترض اول حاجه حصل ريليز للثايرويد ستيميوليتنج هرمون فروم ذا بيتيوتري وبعد كده حصل ستيميوليشن للثايرويد جلاند. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ الثايرويد جلاند النت ريزلت بتعمل سيكريشنز للامبورتنت هرمونز اللي احنا قلنا عليهم اللي هم الثايروكسين او التترا ايودوثايرونين وتراي ايودوثايرونين او التي 3. فاكرين؟ يعني بتطلع الاثنين هرمونز اللي احنا قلنا عليهم اللي هم ايه؟ اللي هم التي 3 اند تي 4. تمام يا جماعه؟ طيب اللي قلناه قبل كده يا جماعه عايزين ناكد عليه، ان قلنا ان الايودين is necessary for the synthesis of these hormones. تمام؟ فاكرين؟ عشان كده الناس اللي عندهم deficiency في thyroid hormones بيقولوا لهم كلوا ملح اليود. فاكرين؟ عارفين الكلام ده بتسمعوا عنه؟ اوكي، يبقى الايوزين نقدر نقول ده نقدر نقول عليه الامبورتنت او البيزك ستراكشرال يونت اوف ذا ثايرويد هرمونز. اوكي، طب الايوزين ده بيجي منين يا جماعه؟
اوكي بيجي من الدايركت فود او لو الشخص ده بياخد ايودايد سبلمنت. تمام. طيب الايودين ده يا جماعه بيحصل له ابتيك انتو ذا ثايرويد جلاند في صوره ايودايد ايون. اوكي يبقى اول خطوه زي ما احنا شايفين عندنا في الصوره هتلاقوا مكتوب رقم واحد، اول خطوه في عمليه تصنيع الثايرويد هرمونز انه بيحصل ابتيك اوف ايودايد ايون from the blood. شايفين الحتة اللي مكتوب عليها بلازما، يعني الأيودايد ده المفروض موجود في البلد وبيحصل له uptake into the gland. okay by active transport. تمام. بعد ما بيحصل له uptake بيحصل له concentration within the thyroid gland. تمام. في الثيرويد جلاند بقى بيتحول للإليمنتال أيودين عن طريق هرمون اسمه ثيرويدال بيروكسيديز. شايفين بيروكسيديز إنزيم اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ده بيحول الأيودايد into أيودين. تمام. واضح؟ تمام. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده يا جماعه؟ رقم 3 اللي شايفينه ده يا جماعه حاجه اسمها ايودينيشن. يعني ايه ايودينيشن يا جماعه؟ يعني ايه ايودينيشن؟ يعني ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ ان هو الايودايت بعد ما بيتحول الايودين عن طريق البيروكسيديز انزيم بيدخل بعد كده على الكولويدال ماتيريال وبيزيكالي بيدخل على الثايروجلوبين اللي هو موجود او نقدر نقول عليه البروتين بارت اللي موجود في الكولويد. تمام. احنا الثايروجلوبين قلنا فيه حاجه كاركترستيك ان هو فيه about from 100 to 200 تايروزين ريزيديوز. تمام. الايودين اللي هو دخل عليهم ده هيتحد مع التايروزين ريزيديوز اللي موجوده في الثايروجلوبين. العمليه دي يا جماعه اسمها الايودين اورجانيفيكيشن. نحفظ اللفظ ده زي اسمنا عشان لما هنتكلم عن الدراجز اللي هي used in treatment of thyroid disorders او نتكلم عن بعض الانتي ثايرويد دراجز هنقول ان الدراج ده بيشتغل عن طريق انه بيمنع الايودين اورجانيفيكيشن. اوكي يبقى الايودين اورجانيفيكيشن اللي هي عمليه الاتحاد اللي بتحصل بين الايودين اند ذا تايروزين ريزيديوز وذين ذا ثايروجلوبين. طيب لما بيحصل اتحاد بين الايودين والتايروزين ريزيديوز في الثايروجلوبين بيكون لنا حاجه اسمها مونو ايودو تايروزين او داي ايودو تايروزين. اوكي هيكون لنا ايذر مونو ايودو تايروزين او حاجه اسمها داي ايودو تايروزين، والعمليه دي اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها الايودين اورجانيفيكيشن. اوكي طيب المونو ايودو تايروزين وداي ايودو تايروزين دول هم اللي بيكونوا لنا الثايرويد هرمونز. ازاي يا جماعه؟ لو اتحد جزيئين من الداي ايودو تايروزين تمام فالنت ريزلت هيكمل لنا ايه يا جماعه؟ داي ايودو تايروزين وداي ايودو تايروزين هنا اتنين وهنا اتنين هيكون لنا ايه يا جماعه؟ هيكون لنا استراكشر في اربعه اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو التترا ايودو ثايرونين او التي 4 او الثايروكسين هرمون. اوكي يبقى لما بيحصل نقدر نقول كومباينيشن بتوين تو مولكيولز اوف داي ايودو تايروزين تمام هيتكون لنا ايه يا جماعه؟ هيكون لنا الهرمون اللي اسمه التترا ايودو ثايرونين اللي احنا برضو بنسميه ثايروكسين او بنسميه كمان التي 4. اوكي طيب لو حصل كومباينيشن بين مال مولكيول اوف مونو ايودو تايروزين اند داي ايودو تايروزين هيكون لنا ايه يا جماعه؟ التي 3. تمام اوكي طيب احنا اتكلمنا قبل كده يا جماعه ان بعد ما بيحصل سينسز للثايرويد هرمونز بيحصل لهم ستورج وذين ذا كولويد. تمام طيب دلوقتي عشان يحصل لهم ريليز للسيركيليشن ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هما المفروض ان هما تكوينهم حصل في الثايروجلوبين اللي هو البروتين بارت اوف ذا كولويد. هيحصل تحلل للثايروجلوبين، هيحصل حاجه اسمها بروتيوليسيس اوف ثايروجلوبين وهيطلع نتيجه لكده او يعمل ريليز للتي 3 اند تي 4. اوكي اوكي واتكلمنا قبل كده يا جماعه ان التي 4 بيحصل له ريليز تقريبا 5 تايمز ان اماونت ذان التي 3. فاكرين الكلام ده؟ وقلنا ان اغلب كميه التي 3 الموجوده في البريفيرال سيركيليشن نتيجه التحول من التي 4. اوكي بعد ما بيحصل ريليز للتي 3 انتي 4 بيحصل لهم ترانسبورتيشن للبلد عن طريق بروتين اسمه الثايروكسين بايندينج جلوبولين وده بروتين بيحصل له سينثيسيس within the liver. اوكي يا جماعه فهمنا الكلام ده؟ يبقى دي ببساطه عمليه تكوين او سينثيسيس اند ريليز اوف ثايرويد هرمونز. واضح؟ واضح يا جماعه؟ طيب انا سامي يا جماعه لو حبينا نلخص الكلام اللي قلناه في السلايد اللي فاتت قلنا الثايرويد سيكريتس تو هرمونز او تو ايودين كونتيننج هرمونز اللي هو مين يا جماعه؟ اللي هو الثايروكسين او التترا ايودو ثايرونين
او التي 4. تمام، الهرمون التاني اللي هو التراي ايودو ثايرونين او التي 3. قلنا يا جماعه ان الايودين از نيسيسري فور ذا سينثيسيس اوف ذيس مولكيولز، وقلنا ان هو either come from the food or iodide supplement. الايودايد ايونز يا جماعه اللي موجوده في البريفيرال سيركيليشن is taken up by the gland and concentrated within the gland. It is converted to elemental iodine by the peroxidase enzyme. تمام، قلنا يا جماعة ان الثيرويد is composed of thyroid follicles. الثيرويد follicles composed او نقدر نقول rich in colloid. The thyroglobin is the protein part of the colloid. Okay, the thyroglobin is the protein that is rich in tyrosine residues. Tyrosine residues within the thyroglobin are iodinated to form monoiodotyrosine or diiodotyrosine in a process known as iodine organification. قلنا الكلام ده، قلنا ان كلمة iodine organification دي مهمة جدا، اللي هي ببساطة عملية الاتحاد بين التيروزين and iodine to form either monoiodotyrosine or diiodotyrosine. تمام، طيب الخطوة اللي بعدها اللي هي ال actual synthesis of thyroid hormones. ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ قلنا بتحصل within the thyroglobin اللي هو البروتين part of the colloid ان 2 molecules of diiodothyronine combine together to form tetraiodothyronine او T4 او thyroxine hormone. بس في حالات اخرى بيحصل ان only 1 molecule of each of monoiodothyronine and diiodothyronine combine together to form T3 او triiodothyronine. تمام، قلنا ان الهرمونز دي لما بتتكون بتتكون within the thyroglobin، عشان كده لما يحصل لها release لازم يحصل proteolysis of the thyroglobin to liberate T4 and T3. تمام، بعد ما بيحصل لهم release من gland T4 and T3 بيحصل لهم transport in the blood by important protein known as thyroxine binding globulin. قلنا البروتين ده sensitized within the liver. اوكي يا جماعة، دي as simple the simplest نقدر نقول way to describe the process of synthesis of thyroid hormones within the thyroid gland. اللي احنا اكدنا عليه يا جماعة ان T4 بيحصل له release in larger amount compared to T3. T4 بيحصل له release in amount about 5 times more than T3. وقلنا ان اغلبية ال amount of T3 in the peripheral circulation is due to the peripheral conversion of the T4. وقلنا ان T3 يا جماعة is about 3 to 4 times more potent than T4. واضح يا جماعة؟ طيب لما نيجي نتكلم يا جماعة عن الفيسيولوجيكال رولز اوف ثايرويد هرمونز، الثايرويد هرمونز دول يا جماعة are very very important hormones. الثايرويد هرمونز دول are responsible for the optimal growth and development and the function of all body tissues. اوكي يا جماعة؟ لأن هما specifically critical for the development and functioning of the nervous, skeletal and reproductive tissue. أوكي يا جماعة؟ يبقى thyroid hormones دول has very very important physiological functions. تمام؟ أول واحدة من الـ physiological rules بتاعتها بتعمل حاجة اسمها calorie genesis. يعني إيه calorie genesis يا جماعة؟ الـ thyroid hormones دول بيعملوا some sort of stimulation of the basal metabolic rate. تمام؟ هما المسؤولين عن زيادة الميتابوليزم في الجسم. الميتابوليزم داتا is very important طبعا، احنا عارفين الكلام ده without details يعني. اوكي، لقينا ان هو نتيجة increase the basal metabolic rate بيزيد ال oxygen consumption، كمان ممكن يحصل increase في ال appetite. اوكي، عشان كده الناس يا جماعة اللي عندهم thyrotoxicosis بيبقى عندهم ايه يا جماعة؟ بيبقى عندهم ال basal metabolic rate عالي جدا، ونتيجة لكده بيحصل excess heat production وبيبقى عندهم heat intolerance، ما بيبقوش مستحملين الحر. تمام، لو جيت قيس البلس بتاعهم نتيجة البيزال ميتابوليك ريت العالي جدا هتبص تلاقي عندهم حاجة اسمها ايه يا جماعة؟ اسمها هايبر ميتابوليك سيركيوليشن. واضح يا جماعة؟ ده فيري كاركترستيك في الناس اللي عندهم ايه؟ ثايروتوكسيكوزس. لو جيت قيس البادي تمبرتشر بتاعه نتيجة ان البيزال ميتابوليك ريت عالي هتبص تلاقي البادي تمبرتشر بتاع البادي تمبرتشر بتاعه ايه يا جماعة؟ إليفيتد. واضح؟ واضح؟ وطبعا ده احد الاسباب اللي هي مسؤوله عن الويت لوس ان ذا بيشنت اوف ثايروتوكسيكوزس. الناس اللي عندهم اكسس برودكشن اوف ثايرويد هرمونز نتيجه البيز ميتابوليك ريت بتاعهم عالي جدا هتبص تلاقي عندهم فيري كاركترستيك ويت لوس، تلاقي وزنهم ناقص جدا. اوكي، تاني حاجه بيعملها ثايرويد هرمونز لان هو زي ما قلنا ان هو اسينشال فور سي ان اس ديفلوبمنت.
خلاص هو مسؤول عن النورمال فيتال ان نيونيتال ديفلوبمنت اوف ذا سي ان اس. تمام اوكي، لقينا كمان ان هو مسؤول عن السكيلتون اند دنتال ديفلوبمنت. تمام، طبعا معروف جدا ان الثايرويد هرمون از فيري امبورتنت فور ذا منتال ديفلوبمنت. تمام، لدرجه ان هو الفيتس وذاوت ثايرويد ويل ريمين منتالي ديفيشنت. اوكي، البيبيز اللي عندهم ديفيشنسي في الثايرويد هرمونز او عندهم ابنورماليتي في الثايرويد جلاند، لان ان هم المنتال ديفلوبمنت بتاعهم امبورد لدرجه ان هم ممكن يبقوا منتالي ريتاردد ثرو اوت ذير لايف. عشان كده في يا جماعه تيست مهم جدا بيتعمل للبيبيز ديورينج ذا فيرست داي اوف ذير فيتال لايف. تمام، بياخدوا بلاد سامبل من كعب الرجل كده وبنعمل بيه استيميشن للهرمونال ليفل اوف ذا ثايرويد جلاند. تمام، المفروض الموضوع ده يتعمل as early as possible عشان لو في deficiency of the thyroid hormones ده هيعمل impairment of the mental development. عشان كده المفروض نديله supplement as early as possible. تمام، من الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها كمان ان الثايرويد هرمونز مسؤولين عن البون جروس. تمام، ومسؤولين كمان عن fusion of the bones. لقينا كمان ان هم مسؤولين عن sexual maturation. تمام يا جماعة، يبقى احنا شايفين قدامنا دلوقتي ان thyroid hormones are very important for growth and development. تمام، حاجة كاركترستيك جدا يا جماعة للثايرويد هرمونز، لقينا ان هم يا جماعة بيعملوا ايه؟ بيزودوا السنسيتيفيتي اوف ذا كاردياك تيشو تو كاتيكولامينز. احنا عارفين يا جماعة الكاتيكولامينز اللي هم الادرينالين والنور ادرينالين او الابينفرين والنور ابينفرين، دول بيشتغلوا على مين يا جماعة؟ بيشتغلوا على الهارت، بيشتغلوا على حاجة اسمها البيتا 1 ريسبتور في الهارت، فبيزودوا كل الكاردياك بروبرتيز، بيزودوا الفورس اوف كاردياك كونتراكشن، وبيزودوا الهارت ريت، وبيزودوا كمان الكوندكتيفز. تمام، اللي بيعمله ثايرويد هرمون ان هو بيزود السنسيتيفيتي بتاعه الكاردياك تيشو للكاتيكولامينز، يعني بيخلي الكاردياك تيشو فيري سنسيتيف للكاتيكولامينز. تمام، يعني هيخلي الكاتيكولامين اكشن على الهارت اكزاجيريتد. ازاي بيعمل الكلام ده؟ بيعمل الكلام ده عن طريق ان هو بيزود النمبر اوف ذا بيتا ادرينو ريسبتورز اللي موجوده في الهارت. تمام خلاص، فبيعمل some sort of super sensitivity of the cardiac tissue to the catecholamines. اوكي خلاص، نتيجة الكلام ده طبعا بيزود نتيجة ان بيحصل super sensitivity of the cardiac tissue to the action of catecholamines. تمام، اللي هي بيتسبب فيها الثايرويد هرمونز، بيزيد the force of cardiac contraction، بيزيد the heart beats جدا، بيزيد the cardiac output، وكمان بيزيد the arterial blood pressure. تمام، لقينا كمان ان هو ليه important role in the metabolism، لقينا ان هو بيعمل ايه يا جماعة؟ بيشتغل على الكربوهيدرات، بيعمل stimulation glycogenolysis and gluconeogenesis، فالنت result بيزيد ال blood glucose level. لقينا كمان ان هو بيعمل ايه يا جماعة؟ بيشتغل على البروتين، بيعمل stimulation للبروتين synthesis and degradation. من الحاجات المهمة يا جماعة ان هو بيزود الفات breakdown، يعني بيعمل some sort of lipolysis. تمام؟ اوكي، عشان كده الناس اللي هم عندهم exaggerated thyroid action او عندهم hyperthyroidism نتيجة الماسيف lipolysis بيحصل عندهم less massive loss of weight. تمام اوكي، بيعمل ايه تاني يا جماعة؟ بيشتغل كمان على البلازما ليفل، او نقدر نقول على البلازما ليبيد. بيعمل ايه يا جماعة؟ بيعمل acceleration للفاتي acid oxidation within the blood. اوكي، واذا result كمان بيقلل الكوليسترول والترايجليسرايد والفوسفوليبيد ليفل within the blood. اوكي يا جماعه، يعني بيعمل انهانسمنت للليبل ميتابوليزم. عشان كده الناس اللي عندهم يا جماعه deficiency of the thyroid hormones، تمام، بنلاقي عندهم الكوليسترول والترايجليسرايد ليفل is very high، والناس دول بيبقى عندهم ريسك دايما of coronary artery disease. اوكي، واضح يا جماعه؟ واضح الاكشن بتاع الثايرويد هرمونز. تمام، طيب دلوقتي يا جماعه احنا اتكلمنا عن الثايرويد هرمونز، اتكلمنا عن السينثيسز اوف ثايرويد هرمونز، وده كان اول جزء في المحاضره. تاني حاجه اتكلمنا عن فيزيولوجيكال رولز اوف ثايرويد هرمونز، ده كان تاني جزء. تالت جزء اللي هنبدا فيه دلوقتي يا جماعه زي ما قلنا هنتكلم عن الكلينيكال بارت، اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي هي الثايرويد ديس اوردرز. تمام، قلنا الثايرويد ديس اوردرز دي ممكن تبقى بزياده او نقص، بمعنى ان الثايرويد جلاند may secrete too little or too much thyroid hormones. تمام، لو عملت سكريشن لتول ثايرويد هرمونز هتعمل لنا حاله اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها هايبوثايرويديزم. تمام، لو حصل اكسس برودكشن للثايرويد هرمونز هتعمل لنا حاله اسمها هايبر ثايرويديزم. اوكي يا جماعه، وهي دي الابنورماليتيز او الديس اوردرز اللي هنتكلم عنهم في المحاضره بتاعتنا. تمام،
ايه هو الباثوفيزيولوجي يا جماعه بتاع الهايبرثايرويديزم؟ احنا زي ما اتفقنا يا جماعه الهايبرثايرويديزم it is a case in which there is excess production of thyroid hormone. وكلمنا قبل كده يا جماعه ان الهرمون اللي هو responsible for the stimulation of the thyroid gland to produce thyroid hormones اللي هو الهرمون اللي طالع من البيتيوتري، فاكرينه اللي هو كان اسمه ايه؟ كان اسمه thyroid stimulating hormone. تمام، ده بمجرد ما بيعمل stimulation للجلاند المفروض ان هو بيعمل stimulation لايه يا جماعه؟ بيعمل stimulation للسنس اوف thyroid hormone. ازاي بيعمل stimulation؟ لايه؟ للستيبس required for thyroid hormone synthesis. بيعمل stimulation لايه؟ لاول خطوه اللي هي الابتيك اوف ايودايد، فاكرين قلنا بيحصل ابتيك للايودايد، وبعد كده بيحصل peroxidation للايودايد تو ايودين، وبعد كده بيحصل combination between iodine and tyrosine within the thyroglobin، هيعمل لنا المونو ايودو تايروزين وداي ايودو تايروزين اللي احنا كنا بنسميها ايه يا جماعه؟ كنا بنسميها ايودين organification، فاكرين الكلام ده؟ وبعد كده بيحصل لو حصل binding between two هيكون لنا طبعا الكلام ده اللي هو الايودين organification، هيترتب عليها تكوين ايه يا جماعه؟ تكوين المونو ايودو تايروزين والداي ايودو تايروزين، فاكرين الكلام ده؟ طبعا انا بعمل ريفيجن للكلام قلناه قبل كده. لو حصل binding between two داي ايودو تايروزين هيكون لنا التترا ايودو ثايرونين او تي 4 او الثايروكسين. لو حصل binding between الداي ايودو تايروزين and mono ايودو تايروزين هيعمل لنا تراي ايودو ثايرونين او تي 3. تمام، اوكي. اللي بيحصل يا جماعه ان هو بيحصل في حاله الهايبرثايروديزم هيحصل ايه؟ هيحصل exaggerated production او نقدر نقول excess production of thyroid hormone، خلاص اوكي، نتيجة انه حصل massive stimulation of thyroid gland، خلاص اوكي. ليه؟ لان هو حصل excess stimulation of the thyroid gland by thyroid stimulating hormone. thyroid stimulating hormone ده يا جماعة ايه؟ نتيجة ال excessive action بتاعه هو شخصيا، غير انه بيعمل stimulation gland، هو ليه growth promoting effect على ال gland itself. تمام، فالجلاند دي هيحصل فيها تضخم، هيحصل فيها حاجه اسمها الثايرويد سيل هايبربليزيا، هتعمل لنا انلارجد جلاند، وده ممكن يبان جدا على رقبه العيان، هيعمل لنا حاجه اسمها جويتر. تمام، جويتر لما تيجي تبص على رقبه البيشنت هتبص تلاقي منظر البترفلاي جلاند انلارجد واضح جدا. تمام، طبعا ده ممكن الانلارجمنت ده ممكن يبقى يوني لاترال او ممكن يبقى ديفيوز طبعا. تمام، وممكن تبقى فيه نودول بس هي اللي حصل فيها هايبربليزيا، يبقى اكوردنج تو ايه للسيتويشن. تمام يا جماعه، عشان كده متوقع في الحالة دي اللي يحصل لو جينا قسنا الراجل ده تيرود هرمون ليفلز، هنلاقي تيرود هرمون زي مالهم عنده هتلاقيهم عاليين جدا اللي هما T3 and T4. تمام؟ طيب الحاجة اللي احنا عايزين نعرفها يا جماعة ان لما بيزيد الليفل بتاع الثيرويد هرمونز بتعمل ايه يا جماعة؟ بتعمل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن اوفر ثيرويد ستيميوليتنج هرمون اوف ذا ثيرو اوف ذا بيتيوتري جلاند، ده طبيعي خلاص؟ عشان كده لو جينا عملنا لابوراتوري انفستيجيشنز للبيشنت ده ايه المتوقع في الليفل بتاع تي اس اتش؟ هنلاقي تي اس اتش ليفل از ليسر ذان نورمال. تمام، هتلاقي الليفل بتاعه اقل من الطبيعي. ليه؟ لان الثايرويد هرمونز عاليه جدا. تمام، فعملت نيجاتيف فيدباك انهيبيشن اوفر تي اس اتش برودكشن، واضح يا جماعه؟ على العكس طبعا في حالات الهايبوثايرويديزم هتلاقي تي اس اتش ايه؟ عالي، واضح يا جماعه؟ يبقى تي اس اتش ده تي اس اتش ليفل ده از وان اوف ذا دايجنوستيك تولز اوف ثايرويد جلاند ديس اوردرز، فاهمين يا جماعة؟ خلاص؟ يبقى اللي بيحصل في الهايبرثايروديزم اللي هو السينسيس، بس السينسيس بيبقى exaggerated، بيبقى more than normal. تمام؟ فبيحصل excess production of the thyroid gland hormones. تمام؟ ويحصل excess stimulation of the gland، وهيحصل كمان hyperplasia، هيحصل تضخم في الجلاند. تمام؟ اوكي؟ فيحصل نتيجة لكده excess production and more excess production of the thyroid هرمونز، وهيعمل لنا enlargement of the gland زي ما قلنا، ممكن ده يبقى unilateral او ممكن يبقى diffuse او ممكن يبقى enlargement of one nodule. تمام، فلما نيجي نبص على الرقبه بتاعت البيشنت دي هنلاقيها في enlargement of the thyroid gland اللي هو بيعمل لنا حاله اسمها الجويتر. قلنا بنعرف ازاي يا جماعه الحاله دي؟ هنبص نلاقي TSH level is lesser than normal due to the negative feedback inhibitory action of the thyroid hormones over TSH production of the pituitary، واضح يا جماعه؟ نيجي نشوف يا جماعة ايه هي الـ causes of hyperthyroidism، يعني ايه هي الحالات اللي بيحصل فيها ان الثيرويد جلاند بتعمل excess production of thyroid hormones more than normal. اوكي، ايه هي الحالات اللي بيحصل ان الثيرويد جلاند تمام بيحصل فيها excess production of thyroid hormones more than normal؟
اول حاله يا جماعه اللي هي نقدر نعتبرها كومن كيس حاجه بنسميها الجريفز ديزيز. الجريفز ديزيز واحيانا بيسموها الاكزوثيرميك جويتر، وهنقول السبب ايه دلوقتي. ايه الجريفز ديزيز ده يا جماعه؟ ده عباره عن اوتو اميون ديس اوردر. ده اميون تو اميون ديس اوردر او اوتو اميون ديزيز افكتنج ذا ثايرويد جلاند. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ده عباره عن مرض مناعه ذاتي. يعني ايه؟ يعني الجسم بيكون انتي بودي اجينست نفسه. طب ايه اللي بيحصل تحديدا في جريفز ديزيز؟ اللي بيحصل في جريفز ديزيز ده ان في حاجه اسمها البي ليمفوسايتس، كلنا عارفينها طبعا، دي واحده من التايبس اوف ليمفوسايتس اللي هي مسؤوله عن الديفنس وذين ذا هيومن بودي. البي ليمفوسايتس دي بتعمل نقدر نقول انتي بودي، بتعمل برودكشن اوف انتي بودي. الانتي بودي دي يا جماعه بتبقى دايركتد تو ذا تي اس اتش ريسبتورز اللي هي موجوده في الثايرويد جلاند. احنا عارفين يا جماعه تي اس اتش الطبيعي بتاعه عشان يعمل ستيميليشن للثايرويد جلاند، التي اس اتش ده بيطلع من البيتيوتري، عشان يعمل ستيميليشن للثايرويد جلاند تو برودوس ثايرويد هرمونز بيمسك في ريسبتورز معينه، تمام؟ فالبي ليمفوسايتس دي بتطلع انتي بوديز بتعمل عمل التي اس اتش. يعني ايه؟ يعني بتمسك في نفس الريسبتورز اللي بيمسك فيها التي اس اتش على السيرفيس بتاع الثايرويد جلاند، فتعمل ماسيف او اكسسيف ستيميليشن اوف ثايرويد جلاند تو برودوس ثايرويد هرمون، فتعمل لنا حاجه اسمها هايبر ثايرويديزم او نقدر نقول عليها ثايروتوكسيكوزيس، تمام؟ الجريفز ديزيز ده يا جماعه زي ما احنا شايفين في الصوره، الولد اللي هناك ده عنده جريفز ديزيز، ده ايه مشكلته يا جماعه؟ غالبا غالبا بيبقى اسوشيتد بحاجه اسمها اكزوفثالموس، عشان كده بنسميه اكزوفثالميك جويتر. ايه يعني ايه اكزوفثالموس يا جماعه؟ يعني جحوظ العين، عشان كده بنسميه بالعربي كده الجواتر الجحوظي. جويتر بنسميه جواتر بالعربي، الجواتر الجحوظي. ايه اللي بيحصل فيه ده يا جماعه؟ اول ما بتشوف منظر الشخص على فكره بتعرفه من شكله، لانه فعلا بيبقى الاكزوفثالموس او الجحوظ بتاع العين واضح جدا. اللي بيحصل انه بيحصل بالجنج ايز زي ما احنا شايفين في الصوره كده، وغالبا بيحصل كمان بتبقى اسوشيتد وذ ريدنس اوف ذا اي اند ريتراكشن اوف ذا ايليد. هتلاقي الايليدز او نقدر نقول الجفون هتلاقي حصل فيها نوع من الريتراكشن لورا وحصل بالج اوف ذا اي، ده بنسميه اكزوفثالميك جويتر، ودي ا كومن مانيفيستاشن اسوشيتد وذ جريفز ديزيز. فهمنا يا جماعه؟ عشان كده جريفز ديزيز ده احيانا بيسموه اكزوفثالميك جويتر، تمام يا جماعه؟ اوكي، يبقى هو نقول تاني جريفز ديزيز ده عباره عن اوتو اميون ديزيز، بيحصل برودكشن اوف انتي بوديز فروم ذا بي ليمفوسايتس. الانتي بوديز دي بتمسك في نفس الريسبتورز بتاعه التي اس اتش على الثايرويد جلاند، وتعمل اكسسيف او نقدر نقول ماسيف ستيميليشن اوف ثايرويد جلاند اند اكسس برودكشن اوف ثايرويد هرمونز، تمام؟ ده احد اسباب اللي ممكن يحصل نتيجه ليه اكسس برودكشن اوف ثايرويد هرمون. طب ايه السبب التاني؟ حاجه تانية يا جماعه بيسموها التوكسيك نودولار جويتر، تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يا جماعه انه بيحصل انلارجمنت اوف ذا ثايرويد جلاند، وبتبقى غالبا بيحصل فيها ان سمول راوندد ماس اور ماسز كولد نودولز، تمام، بتتكون، تمام؟ شايفين النودولز اللي بتتكون دي؟ النودولز اللي بتتكون دي خلاص، يعني اللي بيحصل ان هو بتتكون توكسيك نودولز within the thyroid gland. التوكسيك نودولز دي يا جماعة بتعمل production of too much thyroid hormones، خلاص يا جماعة بيحصل فيها production ل too much amount of thyroid hormone، تمام؟ النودولز اللي بتتكون within the thyroid gland دي ممكن تبقى benign، يعني ممكن تبقى toxic adenoma، تمام؟ يعني benign tumor. البنين tumor ده بيعمل excess production of thyroid hormones، وممكن تبقى malignant بنسميها carcinoma، برضو بيحصل في النودول دي excess production of thyroid hormones، اوكي؟ توكسيك نودولار جويتر ده ممكن طبعا يبقى سنجل نودولار، وممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى مالتي نودولار، يبقى في نمبر اوف نودولز within the thyroid gland producing excessive production of thyroid hormones، اوكي يا جماعه؟ يبقى عرفنا ايه هم الموست كومن causes of excess production of thyroid hormones. اول حاجه الجريفز ديزيز، تاني حاجه التوكسيك نودولار جويتر، تمام؟ طيب ايه الكلينيكال بريزنتيشنز او ايه الاعراض اللي بتظهر على الشخص اللي عنده هايبر ثايرويديزم؟ الشخص يا جماعه اللي عنده هايبر ثايرويديزم ممكن تعرفه مجرد ما تبص عليه، يعني لو شفته في الشارع مثلا او شفته في اي مكان ممكن تقدر تعرفه من الكاركترستيك فيتشرز اللي بتحصل او اللي بتظهر عليه. ايه هي؟ لو جينا بصينا على الصوره اللي قدامنا دي مثلا يا جماعه هتلاقي صوره معبره قوي، هتلاقي شخص اللي قدامك ده عامل ازاي. اول حاجه حاطط المروحه قدامه، ده عنده ايه؟ هيت انتولرنس، مش قادر يستحمل الحر. ليه؟ لان الاكسس ثايرويد هرمونز قبل كده بيزودوا البيزل ميتابوليك ريت، فده بيزود ايه يا جماعه؟ بيزود الهيت اند انرجي برودكشن، فالشخص ده حران جدا. لو بصيت كده هتلاقي عنده ايه؟ اكسس سويتنج، هتلاقي فيه ميه طالعه من وشه كده.
حاجة تانية، لو بصيت على هدومه هتبص تلاقي فيه دبوس كده حاطه وعامل بيه البنطلون. ليه؟ معنى كده ان هو حصل له ايه يا جماعة؟ ان هو كان ادخن من كده، حصل له ويت لوس. ليه؟ لان احنا قلنا قبل كده ان الثيرويد هرمونز بتزود البيزل ميتابوليك ريت، وكمان بتعمل انهانسمنت اوف فات لايبوليسيس، عشان كده الشخص ده لايبل تو لوز ويت. ايه تاني يا جماعة؟ بصيت للايز بتاعته هتلاقيها بالجنج، عنده حاجة اكزوفثالموس. قلنا الكلام ده بيحصل اكتر مع اوتو اميون ديس اوردر اسمه ايه يا جماعة؟ اسمه جرافز ديزيز. تمام. حاجة تانية من الحاجات اللي ممكن تعمل ويت لوس ان الشخص ده نتيجة البروتين ديجراديشن اللي بيحصل عنده ممكن يحصل له ماسل ويستنج. تمام. يبقى الويت لوس ده ممكن يحصل نتيجة الماسل ويستنج، نتيجة الفات لايبوليسيز، نتيجة الانكريز او الانهانسد بيزل ميتابوليك ريت. تمام. حاجة تانية، الشخص ده يا جماعة لو جيت قست البلاد بريشر بتاعه ممكن تلاقيه عالي. تمام. لو جيت قست البلس بتاعه ممكن تبقى الريجولر، الشخص ده ممكن يبقى عنده اريزميا. ليه؟ لان احنا قلنا قبل كده ان مشكله الثيرويد هرمون انه بيعمل انهانسمنت اوف ذا سنسيتيفيتي اوف ذا كاردياك تيشو تو كاتيكولامينز، بيخلي الكاردياك تيشو حساس جدا للكاتيكولامينز. تمام. والكاتيكولامينز بتعمل ايه في الهارت يا جماعه؟ بتزود الكونتراكتيليتي وبتزود الهارت ريت. تمام. فالريت بتاعه بيقولوا عليه كمان عشان تقدر كمان تتاكد ان الهارت ريت بتاعه عالي جدا، بيقيسوا البلس بتاع الشخص ده او النبض بتاع الشخص ده وهو نايم من غير ما يعمل مجهود، فبيسموها السليبنج بالس. فتلاقي السليبنج بالس بتاعه از فيري رابيد، ده كاركترستيك. الشخص ده زي ما قلنا ممكن يبقى عنده الريجولارتي اوف ذا هارت ريت، ممكن يبقى عنده اريزميا. تمام. الطبيعي طبعا ان الهارت ريت بتاعه عالي او رابيد جدا، زي ما قلنا السليبنج بالس بتاعه از فيري رابيد. تمام. لو جيت قست البلاد بريشر بتاعه هتلاقيه هاي بلاد بريشر. اوكي يا جماعه، يبقى كل دي كاركترستيك فيتشرز اغلبها ممكن تشاهدها او تقدر تعرفها within the naked eye. تمام. طبعا احيانا بتبقى المانيفيستيشن دي associated with hyperplasia or enlargement of the thyroid gland، فمجرد ما الشخص ده يبقى داخل عليه كده هتبص تلاقي الثيرويد جلاند بتاعته enlarged واضحه قوي في النيك بتاعته. تمام. الشخص ده لو خدت منه هيستوري ممكن يقول لك انا عندي دايريه، لان احنا عارفين الثيرويد هرمونز برضو بتعمل ايه من ضمن الحاجات اللي بتعملها انها بتزود الجي اي تي موتيليتي، فممكن تزود الانسيدنس اوف دايريه. ممكن الشخص ده يبقى عنده هرمونال ديس اوردرز، لو في ميل ممكن يبقى عندها منسترال ايريجولاريتي، وممكن تبقى عندها برضو امبيرد فيرتيليتي. تمام. واضح يا جماعه؟ خلاص. يبقى كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي هنقدر نعرف. طبعا هو ممكن يبقى عنده كمان انكريز ابيتايت، حاجه منطقيه لان البيزل ميتابوليك ريت عنده عالي، الحرق عنده عالي، فطبعا طبيعي جدا ان هو باستمرار ريكواير انرجي اند ريكواير اكسس سورس اوف انرجي. تمام. عشان كده تلاقيه باستمرار عايز ياكل. تمام. طبعا حاجه كاركترستيك جدا ليه ان الراجل ده بيبقى فيري اريتابل، طبعا نتيجه السيتويشن اللي عامل فيه تلاقيه فيري نيرفس، وتلاقيه فيري اجريسيف، وتلاقي اي حد يكلمه يزعق فيه. تمام. اوكي. يبقى عنده نيرفسنس، ممكن يبقى عنده انكزايتي، ممكن يبقى عنده اريتابيليتي، وممكن كمان يبقى عنده difficulty to sleep. تمام. دي كاركترستيك جدا هتلاقي الشخص فعلا، انا اعرف حد كده يعني ان هو اللي عنده hyperthyroidism تلاقيه very very nervous. اوكي. واضح. ممكن يبقى عنده tremors، ممكن تلاقيه جاي يمسك القلم كده تلاقي القلم بيتهز في ايديه. تمام. يبقى كل دي نقدر نقول عليها characteristic features of the patient with hyperthyroidism. اوكي. How to diagnose يا جماعة، how to diagnose a case of hyperthyroidism. تمام. ازاي نقدر نشخص حالة hyperthyroidism؟ تمام. طبعا ده including الـ diagnostic methods دي، في حاجات منها عشان نشخص thyroid disorders in general، مش لازم يعني ايه يكون hyperthyroidism. اوكي. اول حاجة ان احنا بنعمل estimation of the level of the free and total T4 and T3. يعني ايه free يا جماعة؟ اللي هو unbound to plasma protein. اوكي. الfree. تمام. التوتال اللي هو الfree والbound to plasma protein. اوكي. يبقى هو ده معناه ان احنا بنعمل استيميشن للتي 3 ان تي 4 ليفل. طبعا هو اكسبكتنج في حالات الثايرويد هايبر ثايرويدزم ان الليفل بتاع الثايرويد هرمونز يبقى عالي. طيب تاني حاجه بنعمل ايه يا جماعه؟ بنعمل ايفالويشن للتي اس اتش ليفل. احنا قلنا قبل كده متوقع في حالات الهايبر ثايرويدزم التي اس اتش يحصل فيه يا جماعه يقل نتيجه النيجاتيف فيدباك انهبيتوري افكت اوف اكسس ثايرويد هرمونز. اوكي. طيب ثالث حاجه من الدياجنوستيك ميثودز حاجه سبيسيفيك للديزيز قلنا عليه اللي هو الاوتو اميون ديس اوردر اللي اسمه جريفز ديزيز او اكزوفثالميك جويتر، اللي هو ايه؟ اللي هو تي اس اتش ريسبتور انتي بودز. قلنا مشكله الديزيز ده ان هو اوتو اميون ديس اوردر، وان هو بيكون انتي بودز اجينت التي اس اتش ريسبتورز الموجوده في الثايرويد جلاند. تمام. عشان كده بيحصل اكسسيف او ماسيف ستيميليشن اوف ثايرويد جلاند تو برودوس
massive amount of thyroid hormones. خلاص، فاحنا لو قدرنا نعمل estimation للليفل بتاع الانتي بوديز دي نقدر نعمل exclusion and confirmation to the presence of the Graves disease. اوكي، حاجة تانية يا جماعة اسمها TPO أو الثيرويد بيروكسيديز أنتي بوديز. تمام، إيه الثيرويد بيروكسيديز ده يا جماعة؟ الثيرويد بيروكسيديز ده يا جماعة إنزيم، فاكرينه لما جينا اتكلمنا عن الستبس بتاعة السنس أوف ثيرويد هرمونز كان بيحول الأيودايد لأيودين، فاكرين؟ طيب، في بعض الحالات اللي هي الهاشيموتو ديزيز زي ما هنشوف بعد كده في الهايبوثيروديزم، في الهايبوثيروديزم بتتكون أنتي بوديز أجينست الإنزيم ده. تمام، وبالشكل ده هيحصل decrease thyroid hormone production. خلاص، عشان كده الـ TPO ده أو thyroid peroxidase antibodies ده used specifically for diagnosis of Hashimoto's thyroiditis اللي هو نقدر نعتبره one of the most common causes of hypothyroidism not hyperthyroidism. okay، طيب حاجة تانية اسمها ايه يا جماعة؟ اسمها thyroid scintigraphy. ايه thyroid scintigraphy ده يا جماعة؟ ده واحد من الايميجينج تكنيكس، يعني حاجة احنا بنحقن مادة مشعة او حاجة اسمها راديو اكتيف ايودين او تكنيشن. تمام، ودي بيحصل لها المفروض ان هي بيحصل لها ابتيك باي ذا ثايرويد جلاند. تمام، الراديو اكتيف ايودين ده احنا قلنا ان الثايرويد جلاند بتعمل ترابنج للايودين عشان تستخدمه في تصنيع ثايرويد هرمون. تمام، فاحنا نظرا لان الايودين ده مشع فاحنا نقدر نعمل له ايه يا جماعة؟ نقدر نصوره ونصور الحركة بتاعته ونصور الابتيك بتاعه بالثايرويد جلاند عن طريق سبيشال كاميرا. تمام، فاحنا كده بنقدر نعمل ايفالويشن تمام للابتيك اوف السبستانس دي باي ذا ثايرويد جلاند، فعشان كده نقدر نعمل ايفالويشن للفانكشن اوف ذا ثايرويد جلاند. لو كان الفانكشن ده هايبر او في اكسسيف او نقدر نقول انهانسد فانكشن اللي هي بيترتب عليها اكسس برودكشن، او لو الفانكشن دي امبيرد فيترتب عليها ايه؟ الهايبوثايرويديزم. اوكي ماشي. ثايرويد التراسونوجرافي زي الالتراسونوجرافي العادي، احنا ده نوع من الايمجنج تكنيك بتعمل على الثايرويد عشان نقدر نعمل ايفالويشن لو في نوديول. تمام، اللي قلنا عليها اللي هي توكسيك نوديول، لو في مثلا ابنورمال جروس ممكن ده يبقى كارسينوما او ادينوما. تمام، الام ار اي ان سي تي سكان نفس الحكايه، الام ار اي والسي تي سكان دول نيو ايمجنج تكنيكس برضو ليهم نفس الهدف ان احنا عايزين نصور الثايرويد جلاند عشان نشوف الحاله بتاعتها ايه السبب بتاع الاكسس برودكشن او الامبيرد برودكشن. تمام، حاجه بقى اسمها ايه تاني اخيره اسمها فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي. دي نقدر دي نقول ديها طريقه ان احنا بناخد زي ما نقول بايوبسي او عينه. تمام، اوكي، ازاي؟ ان احنا بنعمل انسيرشن للنيدل ونقدر نعمل كوليكشن لنمبر اوف سيلز، والسيلز دي بنقدر نعمل لها اكزامينشن هيستولوجيكالي عشان نشوف هل السيلز دي نورمال، هل السيلز دي كارسينوجينيك، عشان نقدر نعمل كونفيرميشن او نقدر نعمل اكسكلوجن للكوزز اوف اكسس برودكشن اوف ثايرويد هرمون. تمام، اوكي، يعني نقدر نقول عليها دي عينه هدفها ان احنا نعرف سبب الاكسس برودكشن. الخلايا دي نفترض طلعت مالجننت كانسر سيلز، نقدر نعرف منها ان الاكسس برودكشن اوف ثايرويد هرمونز سببه ثايرويد كارسينوما. خلاص، او توكسيك مالتينوديال جويتر ده مثلا اللي عند الشخص ده is malignant not benign not toxic adenoma for example. اوكي، يعني نقدر بالسيتولوجي ده لما نقدر نعمل collection للنمبر اوف سيلز ونقدر نعمل لهم examination under microscope نقدر نعرف الخلايا دي هل normal، هل دي benign، هل دي malignant، وبالشكل ده نقدر نعمل confirmation او exclusion to the cause of excess thyroid hormone production. اوكي يا جماعه، يبقى دي الدياجنوستيك تولز اللي احنا بنستخدمها فور دياجنوزز اوف هايبر وممكن طبعا هايبو ثايرويديزم. واضح يا جماعه؟ نيجي نتكلم دلوقتي يا جماعه عن التريتمنت اوف هايبر ثايرويديزم. طبعا التريتمنت اوف هايبر ثايرويديزم از فيري امبورتنت. تمام، هنتكلم عن مجموعه من الدراجز اسمهم الانتي ثايرويد دراجز. دي دراجز بتشتغل باي ديفرنت ميكانيزمز، هدفها يا جماعه انها ايه؟ انها تقلل الثايرويد هرمون برودكشن فروم ذا ثايرويد جلاند. واضح، هنتكلم عنهم دلوقتي. تمام، مجموعه تانية بنسميها راديو اكتيف ايودين. ايه راديو اكتيف ايودين ده؟ خلاص، بنقدر نعتبره برضو one of the category of the anti-thyroid drugs. راديو اكتيف ايودين ده الايودين المشع، هو كله بيحصل ان احنا بعد ما بنديه بيتجمع ويحصل له concentration في الثايرويد جلاند ويبدا يعمل emission لحاجه اسمها البيتا ريز، دي تعمل destruction of the thyroid gland cells. فبالشكل ده هتقلل ايه يا جماعه؟ هتقلل الماس of the functioning of the thyroid gland. فالنت ريزلت ايه اللي يحصل يا جماعه؟ انه يقلل الثايرويد هرمون برودكشن. تمام،
في بعض الحالات يا جماعه الانتي ثايرويد دراجز بتبقى نوت انف، تمام، فبنضطر نلجأ لحاجه اسمها السيرجري. تمام، السيرجري دي بتبقى في صوره ايه يا جماعه؟ بتبقى في صوره حاجه اسمها ثايرويد، يعني ايه؟ ان احنا بنعمل اكسيجن اوف ذا ثايرويد جلاند. ممكن ده طبعا يبقى بارشل، ممكن يبقى كومبليت اكوردنج تو ذا سيتويشن. تمام، طبعا ده بيبقى التشويس في حاله لو الجلاند كانت كبيره، يعني في فيري لارج جلاند، او في مالتي نودولار جويتر، بمعنى ان في مالتيبل نودولز وذين ذا جلاند. تمام، غالبا طبعا يا جماعه السيرجري دي بتسبق بانتي ثايرويد دراجز، يعني ما ينفعش ندخل بيشنت على سيرجري على طول، لا احنا غالبا بنديله انتي ثايرويد دراجز عشان نجهزه للعمليه. طب والانتي ثايرويد دي هتعمل ايه؟ زي ما هنشوف بعد كده، هي وظيفتها انها بتقلل برودكشن اوف ذا ثايرويد هرمونز، وكمان بتقلل السايز اند فاسكولاريتي اوف ذا ثايرويد جلاند. تمام، بتقلل الماس بتاعها وبتقلل الفاسكولاريتي بتاعتها، بحيث لما نعمل لها اكسجن وذين ذا سيرجري تبقى الاكسجن سهله، هنعمل اكسجن لماس اقل بفاسكولاريتي اقل، فاحنا كده قدرنا نسهل الاوبريشن وتبقى كمان ويز ليس بليدنج. تمام، عشان كده الشخص ده قبل ما يعمل سيرجري لازم ياخد كورس في انتي ثايرويد دراجز. تمام، طيب حاجه تانية يا جماعه ما نقدرش نعتبرها انتي ثايرويد دراجز، بس نقدر نعتبرها، نقدر نقول ايه، نقدر نقول ادجانكت ثيرابي. يعني ايه ثيرابي؟ مصاحب للانتي ثايرويد دراجز. طيب تفتكر الثيرابي ده هدفه ايه يا جماعه؟ احنا قلنا قبل كده يا جماعه من ضمن المشاكل اللي بيعملها ثايرويد جلاند ان هو بيزود السنسيتيفيتي اوف ذا كاردياك تيشو تو ذا اكشن اوف كاتيكولامينز. فالشخص ده بنيجي نقيس البلس بتاعه بالاي رابيد، تمام، هتلاقي مشكلته الكونتراكتيليتي بتاعه الهارت بتاعي ايه، بتلاقيها عاليه جدا. تمام، وتلاقي عنده رابيد هارت ريت، وممكن يبقى عنده كمان اريزميا. تمام، ممكن يبقى عنده ريجولاريتي في الهارت ريت. فايه الحل في الموضوع ده يا جماعه؟ ان احنا نديله حاجه تعمل ايه يا جماعه؟ تشتغل. احنا قلنا بتاع الكاتيكولامينز عشان تعمل الكلام ده، قلنا ثايرويد هرمونز بتزود السنسيتيفيتي اوف ذا كاردياك تيشو تو كاتيكولامينز. الكاتيكولامينز عشان تعمل ستيميليشن للهارت محتاجه ايه؟ تشتغل على البيتا 1 ريسبتور. خلاص، يبقى ندي مع الانتي ثايرويد دراجز حاجه تعمل بلوك للبيتا ريسبتورز، اللي هي ايه؟ زي البروبرانولول مثلا، ده واحد بروبرانولول، ده واحد من البيتا بلوكرز كلنا عارفينه. طيب ممكن ندي حاجه ثانيه انتي اريزميك، او حاجه تقلل الهارت ريت او كاردياك ريت، زي ايه؟ زي كارديو سيلكتيف كالسيوم شانل بلوكرز. تمام، دي ممكن تقدر تعمل كنترول للهارت ريت. اوكي يا جماعه، يبقى ده كده ان جنرال ايه هي تريتمنت ريجيمين اللي احنا ممكن نستخدمها في علاج حالات الهايبر ثايرويدزم، وطبعا هنتكلم عنهم ان ديتيلز. واضح؟ طيب هنقول اكزامبلز يا جماعه الانتي ثايرويد دراجز اكوردنج تو ذير ميكانيزم اوف اكشنز. تمام، اول مجموعه هنتعرف عليها اللي هي دراجز ذات انهبيت ايودايد ترابنج. احنا اتكلمنا قبل كده يا جماعه ان عمليه الايودايد ترابنج دي نقدر نعتبرها الفيرست ستيب اوف ثايرويد هرمون سينثيسيس. هتلاقي عندنا مجموعتين من الدراجز، دراج اسمه الثايوسيانيتس ومجموعه ثانيه اسمها البيركلوريتس. تمام، ثايوسيانيتس اند بيركلوريتس. تمام، نيجي للحاجه الاهم اللي هي دراجز ذات انهبيت ذا سينثيسيس اوف ثايرويد هرمونز باي فاريوس ميكانيزمز، هنشوفهم بعد كده، اللي هم مجموعه الثايوامايدز. دي مجموعه مهمه جدا وفي عليها دراج اكزامبلز هنشوفهم بعد شويه. اوكي، تالت جروب اللي هي دراجز ذات اكت باي ديستراكشن اوف ثايرويد تيشو. فاكرين لما اتكلمت عن الراديو اكتيف ايودين وبيحصل له ابتيك وكونسنتريشن اوف ذا ثايرويد ان وذين ذا ثايرويد جلاند، وبيعمل اميشن للبيتا ريز اللي هي بتعمل ديستراكشن اوف ذا ثايرويد تيشو. تمام، فبتقلل الماس اوف ذا فانكشنينج جلاند. تمام، طيب المجموعه الاخيره يا جماعه مجموعه اكت باي سبريسنج ثايرويد فانكشن، مثال عليها الايودايد او اللوبولز ايودين. طب دي مش حاجه غريبه يا جماعه، احنا عايزين نعمل سبريشن للثايرويد فانكشن، وفي نفس الوقت بندي ايه يا جماعه؟ بندي ايودين. الايودين ده المفروض ان هو بيدخل في تركيب الثايرويد هرمونز، يبقى المتوقع ان احنا لما نديه هيزود الثايرويد هرمون برودكشن مش هيقللها. لا، ليه حاجه غريبه جدا يا جماعه؟ لقيوا ان الايودين، تمام، لما بنديه ان لارج دوز، تمام، جم جربوها الاول على الاكسبيرمنتال انيمال زي الريتس، لقينا ان هو لو استخدم بلارج دوز، تمام، مور ذان ذا ثيرابيوتيك دوز اللي احنا متعودين عليها، تمام، لو استخدمناه ان لارج دوز ايه اللي بيعمله يا جماعه؟ بيعمل انهيبيشن اوف ذا اورجانيفيكيشن. فاكرين الاورجانيفيكيشن؟ قعدت اكد عليكم ان انتوا تحفظوها كويس، اللي هي ايه يا جماعه الاورجانيفيكيشن؟ اللي هو البايندينج او الكابلنج اللي بيحصل بتوين ذا ايودين اند تايروزين ريزيديوز. فاكرين عشان يعمل مونو ايودو تايروزين وداي ايودو تايروزين؟ فاكرين لو استخدمنا الايودين ان لارج دوز بيعمل انهيبيشن للخطوه دي. فبالشكل ده يا جماعه بيعمل ايه؟ بيعمل انهيبيشن اوف ثايرويد هرمون سينثيسيس. تمام، اوكي.
التأثير الغريب ده اللي هو بيحصل نتيجة الـ administration of large dose of iodine بنسميه Wolff-Chaikoff effect. تمام؟ Wolff-Chaikoff effect معناها إن الأيودين تمام اللي بيحصل فيه إن هو بيدي تأثير عكس المتوقع منه، يعني بدل ما بيزود الثيرويد هرمون سينثيسيس لا احنا اديناه في الحاله دي ان لارج دوز، فبالعكس عمل سبريشن للثيرويد هرمون سينثيسيس بان هو منع الاورجانيفيكيشن. تمام يا جماعه؟ المفروض ان الاكشن اللي هو الولف تشايكوف ايفكت ده المفروض ان هو بيرزيست فور فيو ويكس، بعدها الثيرويد جلاند بترجع تشتغل ايه نورمالي باي اوتو ريجوليشن او باي حاجه اسمها اسكيب فينومينا. خلاص اوكي واضح يا جماعة؟ يبقى الأيودين if it is given in a large dose it can be used as anti-thyroid medication نتيجة الولف-تشايكوف effect. واضح؟ نبدأ يا جماعة بأول مجموعة من الأنتي-thyroid drugs اللي هي المجموعة اللي احنا بنسميها الثيورولينز أو الاسم الكومن اللي احنا بنستخدمه والأسهل اللي هو الثيوأمايدز. الثيوأمايدز تمام؟ الثيوامايدز دي احيانا لما يجوا يتكلموا عنها بيقولوا عليها مجموعه الثايرويد بيروكسيديز انهبيتورز. ليه؟ لان هو المين ميكانيزم اوف اكشن بتاعها عن طريق ان هو بيعمل انهبيشن للثايرويد بيروكسيديز انزيم اللي هو كان بيحول الايودايد لايودين. فاكرين الكلام ده؟ نقدر نعتبرهم the major drugs for treatment of thyrotoxicosis and hyperthyroidism، يعني المجموعه دي مهمه جدا. تمام؟ اكزامبلز عليها مين يا جماعه؟ دراج اسمه الكاربيمازول، دراج تاني اسمه الميثايمازول، ودراج اسمه بروبايل ثايويوراسيل. تاني كاربيمازول ميثايمازول اند بروبايل ثايويوراسيل. تمام؟ البروبايل ثايويوراسيل يا جماعه والميثايمازول نقدر نعتبرهم ذا ميجور دراجز فور تريتمنت اوف ثايروتوكسيكوزيس. تمام؟ الكاربيمازول is a blue drug of methimazole. اوكي يعني الكاربيمازول ده المفروض ان هو البلو دراج، لما بيحصل له ميتابوليزم بيتحول للميثايمازول. خلاص ده يعني موجود بس في اوروبا واستراليا وفي بعض الكانتريز الاخرى اللي هي مش انكلودنج يو اس اي. اوكي الميثايمازول ده يا جماعه لقينا ان هو about 10 times more potent than propyl thiouracil ونقدر نعتبره a drug of choice in adults and children. يا جماعة يعني الميثايمازول ده is a very potent drug. تمام؟ اوكي يا جماعة؟ خلاص؟ ايه هي بقى الـ نقدر نقول الـ mechanism of action of these drugs؟ الـ mechanism of action of these drugs يا جماعة they act by various mechanisms، يعني ليهم عدد من الميكانيزم. اهم حاجه فيها طبعا عشان احنا قلنا قبل كده ان هم احنا بنسميهم ثايرويد بيروكسيديز انهبيتورز ان هم بيعملوا انهبيشن البيروكسيديز كاتالايزد رياكشن اللي هو تحويل الايودايد للايودين. تمام؟ حاجه ثانيه لقينا ان هم بيعملوا كمان بلوك للايودين اورجانيفيكيشن. فاكرين الايودين اورجانيفيكيشن اللي هو الكابلنج اللي كان بيحصل بتوين الايودين اند تايروزين ريزيديوز وذن ذا ثايروجلوبين. تمام؟ خلاص لقينا كمان ان هم بيعملوا ميكانيزم ثالث بس مش موجود هنا ان هم بيعملوا بلوك للكابلينج اوف ايودو تايروزين. فاكرين الكابلينج اللي كان بيحصل بين المونو ايودو اند داي ايودو او الداي ايودو والداي ايودو عشان يدينا التترا هيدروثايرونين او التراي هيدروثايرونين اللي هم تي 3 وتي 4 هو بيعمل بلوك للكابلينج ده اللي هو بيحصل بين الايودو تايروزين. تمام؟ خلاص البروبايل ثايوراسيل سبيسيفيكلي يا جماعه لقينا ان هو بيعمل انهبيشن للبريفرال كونفرجن اوف تي 4 تو تي 3. تمام؟ هل الخطوه دي مهمه؟ اه، لان احنا لما جينا اتكلمنا في البدايه يا جماعه قلنا ان تي 3 ده قلنا ان هو مور بوتنت ذان تي 4. تمام؟ وقلنا ان تي 3 ده اغلبه بيتكون نتيجه البريفرال كونفرجن فروم ذا تي 4، فالبروبايل ثايوراسيل بيعمل انهبيشن للخطوه دي. تمام؟ عايزين نعرف ايه الانديكيشنز بتاعت الدراجز دي يا جماعه. اول حاجه لقينا ان احنا بنستخدمها في الهايبر ثايرويدزم، منطقي لان هي ايه؟ لانها انتي ثايرويد دراجز. خلاص بنستخدمها لوحدها to control the symptoms of hyperthyroidism. تمام؟ within 3 to 4 weeks. خلاص يعني بنستخدمها as a sole agent لوحدها عشان تعمل control للهايبر ثايرويدزم within 3 to 4 weeks. تمام؟ الحاجة التانية اللي أنا قلتها قبل كده يا جماعة إن إحنا بنستخدمها بري أوبراتيف. أنا قلت لكم يا جماعة لما بنيجي نعمل أي سيرجري في الثيرويد جلاند ما ينفعش نعمل سيرجري من غير ما نعمل إيه؟ من ندي أنتي ثيرويد دراج. الأنتي ثيرويد دراجز دي هدفها يا جماعة إنها تعمل ريدكشن أوف ذا سايز أند فاسكولاريتي
of the glands and to control the symptoms. طبعا عنده hyperthyroidism، ده عنده tachycardia، وعنده مشاكل كتير cardiovascular، وعنده all over the systems. فاحنا لازم نعمل control لthyroid hormone within the normal level قبل ما نعمل operation. تمام، فاحنا بنديله الانتي ثايرويد ميديكيشن اللي هي الدايثايوامايدز بري اوبراتيف تو ديكريز ذا سايز اند ذا فاسكولاريتي اوف ذا جلاند اند تو كنترول ذا سيمبتومز. تمام، بنستخدمه كمان مع راديو اكتيف ايودين تو كنترول ذا سيمبتومز انتل ذا اونست اوف اكشن اوف ايودين. زي ما هنشوف بعد كده يا جماعه، الايودين راديو اكتيف ايودين ده ليه ديلايد اونست اوف اكشن، عشان كده احنا بندي معاه الدراجز دي لغايه ما الاكشن بتاعه يبدا ايه، يبدا يظهر. حاجات مهمه يا جماعه هقولها بس هي مش مكتوبه بس دي مطلوبه مننا، اللي هي ايه؟ اول حاجه عايزين نعرفها ان البروبايوثايوراسيل والميثايمازول دول كلاسيفايد از اف دي اي بريجنسي كاتيجوري دي. خلاص، يعني ايه؟ يعني لو البريجننت وومن خدتهم ممكن يعملوا تيراتوجينيك افكت في الفيتس. ازاي؟ الفيتس ده لايبل انه يحصل له فيتال هايبوثايرويديزم. تمام، خلاص، عشان كده لازم نبقى فيري كوشن اف وي ار اوبليجيتد تو جيف ذيس دراجز ديورينج بريجنسي. تمام، حاجة تانية مهمة وخدتوها في العملي برضو وكانت عندكم سؤال، اللي هي ايه؟ اللي هي البروبايوثايوراثيل قلنا ان هو preferable during the first trimester of pregnancy. ليه؟ نقدر نعتبره a drug of choice في first trimester of pregnancy. ليه؟ لان هو highly bound to the plasma protein، عشان كده بيعمل crossing للبلاسينتا less readily في amount قليلة. احنا عارفين يا جماعة الحاجات اللي هي highly protein bound بتبقى of high molecular weight، عشان كده البرميابيليتي او البنتريشن بتاعها through cell membrane بيبقى محدود، فهو strongly bound to plasma protein، عشان كده الكمية اللي بتعدي من البلاسينتا بتبقى محدودة، عشان كده ممكن نستخدمه في first trimester of pregnancy without affecting the baby. اوكي، طيب الحاجة التالتة اللي احنا عايزين نعرفها ان البروبايوثايوراسيل والميثايمازول دول secreted in a very low concentration في البريست ميلك. خلاص، عشان كده لو الومن دي obligated to take these drugs during lactation، خلاص، they are considered safe for the nursing infant. واضح يا جماعة؟ خلاص، يبقى الثلاث ملحوظات دول ناخد بالنا منهم. خلاص، ان propylthiuracil and methimazole are FDA pregnancy category D. propylthiuracil نقدر نعتبره the drug of choice during the first trimester pregnancy، والبروبايوثايوراسيل والميثايمازول دول نتيجة ان هما secreted in low concentration في البريست ميلك، عشان كده ممكن يبقوا considered safe during lactation. خلاص يا جماعة، واضح؟ ايه يا جماعة الادفيرس افكتس اوف ثايوامايدز؟ لقينا يعني ان هي نقدر نقول الثايوامايدز دي نقدر نقول in general يعني minimal number of patients experience adverse reactions، تقريبا من 3 ل 12% of the patients. طيب ايه الادفيرس reactions اللي ممكن تحصل؟ اول حاجه يا جماعه لقينا ان هو في dangerous complication ممكن تحصل وممكن تبقى fatal، بس هي يعني considered rare، اللي هي الجرانيولوسايتوبينيا، ان هو بيحصل decrease في الجرانيولار ليكوسايتس، عشان كده لما بنستخدمها الاحسن ان احنا نعمل ليكوسيتك كاونت. تمام، ممكن يحصل منها hypersensitivity reaction زي skin rash زي fever، ممكن يحصل منها hepatitis. لقينا مثلا propylthiuracil ممكن يحصل منه severe hepatitis، الميثايمازول ممكن يحصل منه كولستاتيك جوندس، ممكن كمان يحصل نيفرايتس، with prolonged therapy ممكن يحصل منه ايه، هايبوثايرويديزم. الكرونيك يوز بتاعه يا جماعه ممكن يعمل هايبربليزيا اند انلارجمنت اوف ذا ثايرويد جلاند. ليه؟ لان لما بيقل الثايرويد هرمونز نتيجه ان احنا بنستخدم الانتي ثايرويد دراجز ممكن يحصل ريفليكس انكريز في الثايرويد ستيمليتنج هرمون. تمام، الثايرويد ستيمليتنج هرمون ده لما يعمل اكسس ستيمليشن اوف ذا ثايرويد جلاند ممكن الجلاند تعمل ايه، يحصل لها انكريز ان سايز ويحصل فيها هايبر بليزيا. طبعا ده ايه، مع الكرونيك يوز اوف ذا دراج. اوكي، طيب نيجي للمجموعه الثانيه من الدراجز اللي هي يوزد ان تريتمنت اوف ثايروتوكسيكوزيس او هايبر ثايرويديزم. احنا ده نقدر يعني نعتبره يندرج تحت مجموعه الانتي ثايرويد دراجز، اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو الايودايد اور لوجرز ايودين. فاكرين لما اتكلمنا عنه كنا مستغربين، على الرغم ان هو ايودايد بس بيستخدم في علاج الثايروتوكسيكوز، صح؟ على الرغم ان الايودايد بيدخل في تركيب الثايرويد هرمون، فاكرين؟ وقلنا ان الموضوع ده سببه حاجه اسمها وولف تشايكوف افكت، فاكرين الكلام ده؟ هنعيد الكلام ده تاني. طبعا الايودايد ثيرابي ده نادرا جدا ما بيستخدم دلوقتي. تمام، الايودايد ثيرابي ده عباره عن لوجلز ايودين، هو عباره عن سوليوشن اوف بوتاسيوم ايودايد ويز ايودين ان ووتر. خلاص يا جماعه، هو ده يعني ده التركيب بتاعه يعني. خلاص، طيب ايه الاكشن بتاعه، ايه الفانكشن بتاعه؟
هو بيستخدم اورالي عشان يعالج حالات السيروتوكسيكوزيس until surgery can be carried out، يعني احنا بنستخدمه preoperative. تمام، نستخدمه preoperative عشان ايه؟ فاكرين قلنا بنستخدمه preoperative عشان ايه يا جماعه؟ عشان يقلل الفاسكولاريتي سايز and fragility of hyperplastic gland. تمام، فبنقلل السايز اوف الفاسكولاريتي وكمان بيقلل السيمتومز. تمام، عشان تخلي الاوبريشن از ايزي، لما نقلل السايز اوف الفاسكولاريتي والجلاند نقدر نعمل لها اكسجن ايزي. تمام، ونقدر كمان نتحكم في البليدنج. تمام، البليدنج هيبقى مينيمال كومبيرد تو لو ما استخدمناهوش. اوكي، لان احنا بنقلل الفاسكولاريتي سايز باي ذا ايودايد. اوكي يا جماعه، طيب الاكشن بتاعه ده بيحصل ازاي؟ قلنا لما بنستخدم اهم حاجه تشترط فيه ان احنا بنستخدم هاي كونسنتريشن اوف ايودايد. تمام، في الهاي كونسنتريشن ده بيعمل حاجه اللي اسمها الولف تشايكوف افكت، ان هو بيعمل ايه يا جماعه؟ ان هو بيعمل انهيبيشن للايودايد ابتيك. الايودايد ابتيك ده نقدر نعتبره الفيرست ستيب اوف ثايرويد هرمون سينثيسيس. خلاص، لو استخدمناه كمان في لارج دوز لقينا كمان ان هو بيعمل انهيبيشن لايه بقى؟ للفاكرين الاورجانيفيكيشن اللي هو الفورميشن اوف ايودوتيروزين. تمام، وكمان بيمنع الكابلنج بتوين مونو ايودو اند داي ايودو تيروزين، فبيمنع تكوين الثايرويد هرمونز. خلاص، كمان لقينا ان هو ممكن يعمل انهبيشن الهرمون ريليز. احنا عارفين وفاكرين كويس ان الهرمون كان بيتكون على مين؟ على الثايروجلوبين، وبعد كده بيحصل له ريليز عن طريق البروتيوليتيك ديجراديشن اوف ثايروجلوبين. تمام، هو بيمنع البروتيوليتيك ديجراديشن اوف الثايرويد هرمونز، عشان كده ايه؟ بيمنع الريليز خلاص بتاع الهرمون. لقينا كمان ان احنا ممكن نستخدمه نتيجه اللي هو ليه انتي ثايرويد اكشن، ممكن نستخدمه في حاله ايمرجنسي اسمها ثايرويد ستورم، هنتكلم عنها بعد كده. اوكي يا جماعه، خلاص. غالبا يا جماعه لما بنستخدمه ما نستخدمهوش لوحده. ليه؟ لان احنا عندنا خوف انه يحصل اسكيب للولف تشايكوف افكت اللي احنا قلنا عليه ده. احنا الولف تشايكوف افكت ده ليه محاذير معينه، ان احنا لازم نستخدمه ان هاي دوز اللي هو الايودايد عشان يمنع الابتيك اوف ايودين. طب نفترض حصل اسكيب للولف تشايكوف افكت، الايودايد ده بدل ما هيعمل انهيبيشن للابتيك اوف ايودايد هيعمل ايه يا جماعه؟ هيدخل هو شخصيا في الاستراكشر بتاع الثايرويد هرمونز، وعلى هذا هيحصل حاجه اسمها اسكيب اوف وولف تشايكوف افكت، وكده هيزود تصنيع الثايرويد هرمونز بدل ما يقللها، فالبيشنت ده ممكن يدخل في حاله ثايروتوكسيكوزيس. طبعا الموضوع ده very dangerous، عشان كده احنا بنفضل ان احنا نعمل له combination with other anti-thyroid drugs to guard against the escape of wolf tchaikov effect. ماشي؟ ايه ال adverse effects يا جماعه بتاعت اللوجولز ايدين او الايدايد؟ اول حاجه ممكن يعمل حاجه اسمها ايوديزم. تمام، الايوديزم دي uncommon، ولقينا كمان انها reversible upon discontinuation of the drug. دي بتظهر في صوره ايه يا جماعه؟ لما نستخدم الدراج ده كرونيكالي ممكن الشخص ده يحصل له جاسترايتس يعني انفلاميشن اوف ذا ستومك، ممكن يحصل له كونجنكتيفايتس يعني انفلاميشن في الملتحمه بتاعه الاي، ممكن يحصل له برونكايتس يعني انفلاميشن في البرونكاي، ممكن يحصل سليفري جلاند انفلاميشن، ممكن يحصل ميوكس ميمبلين ألسريشن، وكمان الشخص ده ممكن يحس بميتاليك تيست. تمام، اوكي، ده بنسميه الايوديزم. اوكي، طيب حاجه تانية ممكن تحصل ان هو ايه؟ قلنا ان هو ممكن بعد فتره ممكن هو شخصيا يحصل منه recurrence of the symptoms of hyperthyroidism after weeks of treatment. فاكرين يا جماعه انا قلت لكم ان هو المفروض within weeks الجلاند ممكن تبدا تعمل اوتو ريجوليشن لنفسها ويرجع الثايرويد هرمون ليفل للنورمال، يعني هو بيقلل الثايرويد هرمون بس بعد فتره من استخدامه بيبدا يحصل اوتو ريجوليشن within the gland وتبدا ترجع الثايرويد هرمون synthesis to normal. وليه كمان ان هو ممكن السيمتومز هايبرثايرويديزم اللي احنا استخدمنا الايودايد عشانها ترجع تاني after weeks of its use. خلاص، اهم حاجه نعرفه يا جماعه ان هو dangerous to the fetus، عشان كده يعني ليه teratogenic effect، عشان كده مش ما ينفعش نستخدمه during pregnancy. ممكن يحصل منه hypersensitivity reaction زي الانافيلاكسيس، ممكن كمان يحصل منه bleeding disorders. ماشي يا جماعه، واضح؟ نيجي ندخل يا جماعه على ثالث مجموعه من drugs used in treatment of hyperthyroidism اللي هو radioactive iodine. تمام، الراديو اكتف ايودين احنا بنستخدم سبيسيفيكالي الايودين 131. خلاص، اوكي، احنا بنستخدم سبيسيفيكالي الايودين 131، ده امبورتنت راديو ايزوتوب اوف ايودين. تمام، ده بنستخدمه مين يا جماعه؟ في تريتمنت اوف ثايروتوكسيكوزيس اند سام تايبس اوف ثايرويد كانسرز. واضح يا جماعه؟ طيب بيشتغل ازاي يا جماعه؟ ده بيتاخد اورالي، اول ما بيتاخد تمام بيروح داخل على طول على الثايرويد جلاند وبيحصل له كونسنتريشن جواها، يعني بيتجمع جواها،
ويبدأ يعمل emission لبيتا and gamma rays أو بيتا and gamma radiations. تمام؟ دي بيحصل لها release أو بيحصل لها emission within several weeks، تقدر تعمل destruction of all parts of the tissue or thyroid gland. تمام؟ أوكي؟ البيولوجيكال تي هاف بتاعه تقريبا 8 ايام، والراديانت انرجي بتاعه بيبقى نقدر نقول expanded after 56 days. خلاص اوكي يا جماعه. طبعا هو في خوف شويه من حته الراديشن، بس هم لما جم عملوا بعض الريسيرش لقوا ان هو مفيش اي ايفيدنس ان هو الراديشن دي ممكن تعمل اي دامج تو اني اوف ذا سراوندنج ستراكشرز. As a precaution احنا بنستخدمه اكتر في الادلتس اللي هم 35 سنة او older، وطبعا avoid its use during woman of a child bearing period. تمام؟ ليه؟ لان احنا بنخاف طبعا، لان هو ليه teratogenic effect during pregnancy وممكن يعمل كمان مشاكل للبيبي. تمام؟ اهم disadvantage ممكن تحصل منه يا جماعة ان هو ممكن نتيجة ان هو بيعمل destruction ل all thyroid tissue، ممكن على long run يحصل منه delayed hypothyroidism. بس هو نقدر نقول ان هو ليه ادفانتج ان هو اوف ا جود افيكاسي، لان ان هو ايزي ادمنستر لان هو بيتاخد اورال، والاكسبنسز بتاعته لو، وما فيش اي بينفول فيلينج ديورنج اتس ادمنستريشن. خلاص الكونترا انديكيشن اللي احنا لازم ناخد بالنا منها ان هو اتس كونترا انديكيتد تو بي جيفن تو ذا بريجننت اور لاكتينج وومن. ليه؟ لان هو ديورنج بريجننسي هو بيعمل كروسنج للبلاسينتا وبيعمل ديستراكشن للفيتال ثايرويد تيشو. تمام؟ ممكن يعمل فيتال هايبوثايروديزم، كمان هو بيحصل له اكسكريشن ان ذا بريث ميلك اوف لاكتينج وومن، وبالشكل ده ممكن يعمل باد هازاردز اون ذا فيتس. واضح يا جماعه؟ ايه هي الانديكيشن يا جماعه في ريديو اكتيف ايودين؟ زي ما قلنا يا جماعه ان احنا بنستخدمه في حالات الهايبرثايروديزم او الثايروتوكسيكوزس. خلاص بس هو مشكلته يا جماعه الاساسيه ان هو الاكشن بتاعه او الانسيت اوف اكشن بتاعه از ديليد، عشان كده كوملي بنستخدم معاه اذر انتي ثايرويد دراجز. تمام؟ انتل ذا انسيت اوف اتس اكشن. اوكي، نتيجه الافيكاسي بتاعه ان هو بيعمل ديستراكشن اوف ذا او ثايرويد تيشو، احنا بنستخدمه في حالات الثايرويد كارسينوما او ثايرويد مالجنسي. تمام؟ خلاص غالبا بنستخدمه بوست اوبراتيف. تمام؟ واحد مثلا عنده ثايرويد كارسينوما وعمل اكسجن لل نقدر نقول المالجنانت بارت، بس في سام ريمننتس يعني في شويه حاجات متبقيه ما قدرناش نشيلها مثلا ودين ذا سيرجري، بنستخدمه عشان نقدر نقول نقدر نعمل ايراديكيشن او ديستراكشن اوف ذا ريميننج كانسر سيلز افتر سيرجري، او لو الشخص ده عنده كمان ميتاستاتيك تيومر، بمعنى ان الثايرويد كانسر حصل له سبريد وبدا يحصل منه ديستانت ميتاستاسيس لاذر اورجانز، ممكن نستخدمه في يعمل ايراديكيشن او ديس اوف ذا ميتاستاتيك تيومر ثايرويد سيلز ان اذر اورجانز. تمام؟ بنستخدمه كمان فور دايجنوزس، بس مش بنستخدم الايزوتوب اللي هو الاي 131 بتاعنا، لا الاي 123. احنا اتكلمنا لما جينا اتكلمنا عن الدايجنوزس فاكرين بتاع الثايرويد ديس اوردرز، قلنا ان احنا بنستخدم حاجه زي راديو اكتيف ايودين. تمام؟ دي بيحصل لها uptake by the thyroid gland، ونقدر نعمل نقدر نقول نعمل ايه، نقدر نعمل evaluation او نقدر نعمل watching للموفمنت بتاعت radioactive iodine by special camera، فاحنا كده نقدر نعمل evaluation of the activity of the thyroid gland. تمام؟ اوكي واضح خلاص. طبعا احنا ليه بنستخدم الايزوتوب ده؟ لان هو ليه short half life، احنا مش مضطرين نستخدم التاني اللي هو ليه لونج ديوريشن عشان ده ممكن يعمل ايه مشاكل. تمام؟ احنا بس بنستخدمه هنا فور دايجنوستيك بيربوس، عشان كده بنستخدم الايزوتوب اللي هو I-123. خلاص هو جاما ري ايميتر، وبيسمح بان هو يبقى فيه جاست بريف اكسبوجر تو راديشن ديورينج ثايرويد سكان، يعني الشخص ده هيبقى اكسبوز راديشن بس في الفتره اللي احنا هنعمل فيها ايه السكان. واحنا زي ما قلنا ان احنا هنقدر نعمل ايفالويشن للاكتيفيتي بتاعه الثايرويد جلاند عن طريق الايفالويشن بتاع الابتيك اوف راديو اكتيف ايودين باي ذا جلاند اندر فيجن ويز سبيشال تايب اوف كاميرا. واضح؟ طيب ايه هي الادفيرس افكتس يا جماعه بتاعه الراديو اكتيف ايودين؟ زي ما قلنا هي مشكلته ان هو نتيجه ان هو بيعمل اكستنسيف دامج او ثايرويد تيشو، ممكن يحصل منه ديليد هايبو ثايرويديزم. خلاص ممكن بعد سيفرال ويكس يحصل منه ديليد هايبو ثايرويديزم. تمام؟ لان ان هو كمان ممكن ياثر على الاي نتيجه راديشن فيعمل وورسنينج اوف اوفثالمولوجي. زي ما قلنا يا جماعه هو كونترا انديكيتد في البريجننت اند لاكتيتنج وومن، لان هو ممكن يعمل ديستراكشن للفيتال جلاند. خلاص اوكي،
زي ما قلنا يا جماعة ان الراديشن دي بعد ما عملنا بعض الريسيرش عليها لقينا ان هي ما بتعملش اي جينيتك دامج او اي مالجنان ترانسفورميشن، خلاص عشان كده هو مفيش اي نقدر نقول dangerous effect لي within this respect. واضح؟ قلنا يا جماعة ان في حاجة اسمها adjunctive therapy، ان احنا therapy بنستخدمه مع ال antithyroid drugs. ليه؟ عشان نقدر نعالج السيمبتومز اللي هي ممكن تحصل نتيجة الاكسس ثايرويد هرمون برودكشن. اهم حاجة فيهم طبعا هو الايه يا جماعة؟ البيتا بلوكرز. احنا اتكلمنا يا جماعة وقلنا كذا مرة ان مشكلة الثايرويد هرمونز انها بتعمل increase للسنسيتيفيتي of the cardiac tissue to the action of catecholamines، وكمان بتعمل up regulation of the beta receptors within the heart، فتخلي الكاتيكولامينز يشتغل ايه يا جماعة؟ in a very aggressive way on the heart. عشان كده الشخص زي ما قلنا ممكن يحصل له تاكي كارديا، وفي بعض الادفانسد كيسز ممكن يحصل له كمان تاكي اريزميا او نقدر نقول irregularity of the heart rate. خلاص اوكي. الاكشن طبعا على الهارت احنا اتكلمنا قبل كده ان تي 3 از مور بوتنت ذان تي 4، لقينا ان الكاردياك اكشن بتاع الثايرويد هرمونز بيبقى ريليتد مينلي للتي 3 اكشن. تمام. البروبرانولول ده واحد مثال من البيتا بلوكرز اللي احنا ممكن نستخدمه. طيب هتلاقي ليه تيب 2 بيربز. اول واحد ان هو تو بريفنت ذا ادفيرس كاردياك سايد افكتس اوف هايبرثايرويديزم. تاني حاجه لقينا ان هو بيعمل حاجه كويسه، ان هو بيمنع البريفرال كونفرجن اوف تي 4 تو تي 3، واحنا قلنا قبل كده يا جماعه التي 3 هو المور بوتنت. خلاص فعشان كده هو ممكن يقلل الهازاردس افكت اوف هايبرثايرويديزم. واضح. بعد كده يا جماعه لاخر حاجه في المجموعه دي، حاجه اقل اهميه منهم شويه، اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها الايودينيتد كونتراست ايجنتس. الايودينيتد كونتراست ايجنتس دي زي ايه مثلا؟ زي الدايترايزويت او زي الايوهكسول. دول بنستخدمهم اورالي، الاولاني بنستخدمه اورال والتاني بنستخدمه اورال او انترافينوس. تمام. بيشتغلوا ازاي دول يا جماعه؟ هما المين اكشن بتاعهم ان هما بيعملوا انهبيشن للكونفرجن اوف تي 4 تو تي 3، واحنا قلنا تي 3 از ذا موست او نقدر نقول is more potent compared to T4. تمام. طبعا الكلام ده ممكن يعمله في الاورجان زي الليفر والكيدني والبيتيوتري جلاند والبرين. اوكي خلاص. ليه؟ ان هو كمان ممكن يعمل inhibition of hormone release from the thyroid gland. الادفانتج بتاعتي يا جماعه المجموعه دي ان هي non toxic، وممكن نستخدمها كadjunctive therapy في treatment of thyroid storm اللي هي الامرجنسي اللي هنتكلم عنها بعد كده، او ممكن نستخدمها كالترناتيف لو الشخص ده عنده مثلا استخدام الايودايد او الثيومايد is contraindicated. اوكي يا جماعه. يعني لو اذر ايجنت زي الايودايدز او الثيوامايدز are contraindicated ممكن نستخدم الايودينيتد كونتراست ايجنتس as alternative. واضح يا جماعه. هنتكلم دلوقتي يا جماعة عن medical emergency related to thyrotoxicosis. اسمها ايه يا جماعة؟ اسمها thyroid storm. دي نقدر نقول عليها critical case of thyrotoxicosis. critical case of thyrotoxicosis، او نقدر نقول dangerous case of thyrotoxicosis. طبعا دي اي اول ما نقول يا جماعة critical او نقول emergency يبقى لازم البيشن ده should be hospitalized، يعني لازم ايه؟ لازم يتحجز في المستشفى. اوكي يعني treatment in this case couldn't be outpatient، ما ينفعش ياخد التريتمنت مثلا في بيته، لا it is an emergency condition. اوكي thyroid storm دي ايه يا جماعه؟ دي عباره عن acute life threatening hyper metabolic state in patient of thyrotoxicosis. تمام. يعني اللي حصل ان شخص هو already معروف ان هو thyrotoxic، بس حصلت له فجاه ان هو فجاه زي ما نقول حصل exaggeration لل already existing symptoms أو لل already existing manifestations of thyrotoxicosis. تمام؟ أوكي؟ وأحيانا الشخص ده ما بنبقاش عارفين إن هو thyrotoxic، وبتبقى أول الأعراض اللي بتظهر عليه إنه بيدخل direct في الثيرويد storm. تمام؟ أوكي يا جماعة؟ خلاص؟ طيب إيه هي السيمبتومز؟ السيمبتومز بتاعتها إحنا قلنا هو thyrotoxic patient، يبقى نقدر نقول هي symptoms of thyrotoxicosis but in an exaggerated way. okay يعني هي نفس المانيفستيشنز اوف thyrotoxicosis بس more aggressive بالشكل اللي هو ممكن يخليها life threatening، يعني تهدد حياه البيشنت. زي ايه مثلا؟ اتفقنا قبل كده ان thyrotoxic patient عنده heat intolerance due to increased basal metabolic rate، بيبقى عنده excess sweating، عنده hyperpyrexia برضه نتيجه increased basal metabolic rate، ممكن يبقى عنده diarrhea نتيجه increased GIT motility، ممكن vomiting، ممكن يبقى فيه liver affection and jaundice abdominal pain. تمام.
قلنا كمان الثايرويد هرمونز بتتزود السنسيتيفيتي اوف ذا كاردياك تيشو تو كاتيكولامينز، فالشخص ده ممكن يبقى عنده تاكيكارديا، ممكن يبقى عنده هاي اوتبوت هارت فيلير لما الهارت بيشتغل ان ان اجريسيف واي، بعد فتره بيحصل له نوع من الاكزهوشن او الارهاق ويحصل له فيلير. ممكن الشخص ده يبقى عنده ريجولارتي اوف هارت ريت كاردياك اريزميا اللي بنسميها كاردياك اريزميا. طبعا الشخص ده بيبقى هايلي اريتابل، بيبقى عنده ريسلسنس، عنده سيفير اجيتيشن، اجيتيشن يعني مستصغر جدا، ديليريا، ممكن يبقى عنده هذيان، وممكن يحصل له ماسيف سي ان اس ستيميليشن تظهر في صوره كونفالجنس او سيجرز، وممكن بعد كده البيشنت ده يدخل في كوما. اوكي واضح يا جماعه؟ طبعا التريتمنت قلنا الشخص ده should be hospitalized because it is an emergency situation. طيب التريتمنت يا جماعه هيبقى اول حاجه symptomatic treatment، تمام؟ لازم ندي البيشنت some symptomatic treatment to prevent the deterioration of the condition. طب الشخص ده ايه مشكلته يا جماعه؟ عنده hyperbaryxia، درجه الحراره بتاعته عاليه، ندي ايه يا جماعه؟ ندي antipyretic، تمام؟ to control the fever، تمام؟ بعد كده ممكن نبدا ندي some antithyroid drugs. اول حاجه احنا طبعا ممكن ندي هيدروكورتيزون، لان الهيدروكورتيزون بيقلل او بيعمل بلوك للكونفرجن اوف تي 4 تو تي 3، واحنا قلنا تي 3 ده المور بوتنت ذان تي 4. ندي بيتا بلوكرز عشان ايه يا جماعه؟ عشان نعمل بلوك للبريفرال كونفرجن اوف تي 4 تو تي 3، وفي نفس الوقت عشان نمنع اللايف ثريتنينج كاردياك مانيفستيشنز اللي هي حاصله نتيجه ان السنسيتيفيتي عاليه للكاتيكولامينز، اللي هي في صوره ايه يا جماعه؟ اللي هي في صوره تاكيكارديا، هاي هايد اوتبوت فيلير اند كاردياك اريزم، تمام؟ ممكن ندي بعض الانتي ثايرويد دراج زي البروفايل ثايروسيل، قلنا ان هو بريفيرد ثايوامايد، ده واحد من الثايوامايدز، تمام؟ ومن ضمن الاكشنز اللي بيعملها برضو ان هو بيمنع البريفيرال كونفرجن اوف تي 4 تو تي 3. ممكن نستخدم هاي دوز اوف ايودايد اللي هو اللوجولز ايودين اللي هو بيعمل بلوك للثايرويد هرمون ريليز. ممكن نستخدم كمان ايودينيتد كونتراست ايجنتس، يعني المجموعه دي كلها اللي احنا قلناها دي انتي ثايرويد دراجز بلس انتي بايريتكس اند بيتا بلوكرز از اسيمتوماتيك تريتمنت. واضح يا جماعه؟ يا جماعه يبقى احنا كده خلصنا يا جماعه الهايبر ثايرويديزم او ثايروتوكسيكوزس، تمام؟ اتكلمنا ساعتها عن الكوزز بتاعته، عن كلينيكال بريزنتيشن اند دايجنوزس اند تريتمنت، وكلمنا عن ايمرجنسي سيتويشن ممكن تحصل في حالات الثايروتوكسيكوز اللي هي الثايرويد ستورم، تمام؟ هندخل دلوقتي على ذا سكند ابنورماليتي او سكند ديس اوردر في ثايرويد جلاند اللي هو الهايبو ثايرويديزم. زي ما احنا شايفين يا جماعه مكتوب ايه؟ اندر اكتيف ثايرويد، يعني الثايرويد جلاند اكتيفيتي از بيلو نورمال. خلاص يا جماعه واضح؟ طيب ايه الهايبوثايروديزم ده يا جماعه؟ باي ديفينيشن هو عباره عن كونديشن in which the thyroid gland doesn't produce sufficient amount of thyroid hormones، تمام؟ الثايرويد جلاند مشكلتها انها ما بتعملش secretion ل sufficient amount of thyroid hormone to fulfill the requirements of the human body، تمام؟ طبعا الهايبوثايروديزم دي يا جماعه نقدر نقول عليها ان هي مور دينجرز ان هايبرثايروديزم. احنا اتكلمنا قبل كده يا جماعه ان الثايرويد هرمون از فيري امبورتنت فور مينتال ديفلوبمنت اند جروث اوف ذا انفانت، عشان كده لو حصل فيه ديفيشنسي ان ذا ايرلي لايف الشخص ده لايبل تو ديفلوب مينتال ريتارديشن ثرو اوت هيز لايف. اتكلمنا كمان ان الثايرويد جلاند از امبورتنت فور ذا جروث اوف ذا بون اند فيوجن، عشان كده الشخص ده لايبل تو ديفلوب واتس نون از دوارفيزم. اوكي يا جماعه، يعني الشخص الهايبوثايرويد اللي عنده هايبوثايرويديزم مشكلته يا جماعه لو هو الهايبوثايرويديزم ده ستارتد ان ات ان ايرلي لايف، اوكي، مشكلته ان هو يحصل له منتال ريتارديشن او امبيرمنت اوف منتال ديفلوبمنت، وممكن يحصل له كمان امبيرمنت اوف ذا جروث ديفلوبمنت. اوكي طيب ايه اللي عايزين نعرفه يا جماعه عن الهايبوثايرويديزم؟ هنعرف الكوزز، هنعرف الكلينيكال بريزنتيشن، هاو تو دايجنوز اند هاو تو تريت، وهنتكلم برضو عن واحدة من الامرجنسي سيتويشنز اوف هايبوثايروديزم اللي هي بنسميها ايه يا جماعة؟ ميكسديما كوما، وهنتكلم عن الكلام ده لما نوصل. اوكي ايه اللي بيحصل يا جماعة في الهايبوثايروديزم؟ اللي بيحصل في الهايبوثايروديزم ان هو بيبقى فيه insufficient amount of thyroid hormone. اوكي احنا اتكلمنا يا جماعه ان الثايرويد هرمون ده فيري امبورتنت فور ميتابوليزم اند فور ذا جروث اند ديفلوبمنت ان جنرال، عشان كده الشخص اللي هو بيبقى عنده ديكريز اوف انسفيشنت اماونت اوف ثايرويد هرمون هتلاقيه سافرنج فروم ليثارجي، ممكن يبقى ويت جين. ويت جين طبعا مفهومه اللي احنا فسرنا ليه الثايروتوكسيكوز ممكن يعمل ويت لوس، يبقى منطقي ان الهايبوثايروديزم كان انديوس ويت جين، تمام؟ اوكي احد اسبابه ممكن يكون الدايت ذات از انسفيشنت ان ايودين. طيب ايه انواع الهايبوثايروديزم؟ الهايبوثايروديزم نقدر نقسمها لبرايمري هايبوثايروديزم اند سكندري هايبوثايروديزم.
primary يعني الأفكشن is within the thyroid gland itself. Okay؟ يعني المشكلة في الثيرويد جلاند نفسها. Secondary, the problem in level higher than thyroid gland. زي إيه؟ إحنا قلنا قبل كده إن الهايبوثالاموس بتطلع TRH اللي هو بيعمل stimulation pituitary فبتطلع TSH. Okay؟ The thyroid gland is functioning normally but المشكلة في level أعلى من الثيرويد. يعني المشكلة ممكن تبقى في الهايبوثالاموس أو ممكن تبقى في البيتيوتري جلاند. تمام؟ نيجي أول حاجة للبرايمري هايبوثيرويدزم. البرايمري هايبوثيرويدزم يا جماعة الموست امبورتنت كوز نقدر نقول اوتو ايميون ديس اوردر اسمه الهاشيموتوز ديزيز. الهاشيموتوز ديزيز ده يا جماعة انتشر جدا اليومين دول. ده اتس ان اوتو ايميون ديس اوردر اللي بيحصل فيه ان هو بيتكون اوتو انتي بوديز ذات انديوس ديستراكشن اوف ذا ثيرويد جلاند تيشو. تمام؟ هاشيموتوز ديزيز. هاشيموتوز ديزيز ده فعلا فعلا منتشر البريفلنس بتاعه دلوقتي عالي جدا. تمام؟ اوكي؟ طيب ممكن يبقى الهايبوثايروديزم is of secondary nature. تمام؟ ده نتيجة ايه زي ما قلنا ان حصل impairment of the hypothalamic or pituitary function. خلاص؟ زي ايه مثلا ممكن يبقى فيه tumor، ممكن في اي abnormality that inhibit for example the secretion of TSH from the pituitary gland. اوكي؟ طيب ايه clinical presentation of hypothyroidism؟ بتبقى exactly opposite to that induced by hyperthyroidism. احنا اتكلمنا قبل كده الثيرويد هرمون ده يا جماعه ده المين هرمون responsible for metabolism within the human body and this is responsible for production of energy and heat. تمام؟ فالشخص اللي عنده decrease الثيرويد هرمون ايه مشكلته الشخص ده؟ مشكلته ان هو عنده يا جماعه الميتابوليزم و as a result الانرجي production is impaired. عشان كده الشخص ده هتلاقيه pale، هتلاقيه cold، هتلاقيه عنده puffy yellowish skin. خلاص؟ عنده حاجه كاركترستيك يا جماعه احيانا بتظهر اسمها الميكزيديما. الميكزيديما دي بيحصل فيها ديبوزيشن اوف ذا ميوكوبوليساكرايد بيلو ذا ديرمز اوف ذا سكن. خلاص افكتنج اتس تكستشر، يعني السكن تكستشر بتاعه بيبقى ابنورمال، بيبقى عامل زي قشره البرتقانه كده. دي بنسميها ميكزيديما. ده بيحصل نتيجه ديبوزيشن اوف ذا ميوكوبوليساكرايد. اوكي واضح؟ طيب الشخص ده نظرا ان هو الميتابوليزم بتاعه impaired وad the result in energy and heat is impaired عشان كده بيبقى عنده sensation of being cold. هتلاقي عنده حاجه اسمها cold intolerance، ليه دايما حاسس بالبرد. تمام؟ اتكلمنا قبل كده يا جماعه ان الثيرويد ليه action او ثيرويد هرمون بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل sensitivity of cardiac tissue to catecholamines. تمام؟ نتيجه الديفيشنسي بتاع الثيرويد هرمون هتلاقي ايه يا جماعه؟ هتلاقي على العكس الشخص ده هيبقى عنده ايه يا جماعة؟ هيبقى الكارديك فانكشن بتاعه slightly impaired. الشخص ده هتلاقي عنده bradycardia، عنده slow heart rate، decrease stroke volume. stroke volume يا جماعة اللي هي amount of the blood pumped from the left ventricle per beat في النبضة الواحدة. تمام؟ هتلاقي stroke volume عنده قليل، الكارديك output as a result عنده قليل، pulse pressure كمان قليل. هتلاقي الشخص ده احيانا ممكن عنده pulmonary abnormalities، عنده pleural effusion، ممكن hypoventilation و as a result CO2 which is impaired. فالشخص ده عنده CO2 retention. الشخص ده كمان عنده reduced appetite، هتلاقي الابيتايت بتاعته مش عايز ياكل. ممكن يبقى عنده lethargy weakness، وممكن يبقى عنده slowing of the mental process او general slowing. ليه؟ لان احنا قلنا ان thyroid hormones are very important for mental action and development. خلاص؟ ممكن يبقى عنده stiffness، ممكن يبقى عنده decrease tendon reflexes. deep tendon reflexes ده نتيجة neurological affection. ممكن يبقى عنده hormonal disturbance، ممكن يبقى عنده هرمونال سيرما زي ايه؟ زي الانفيرتيليتي. لو ميل ممكن يبقى عنده ديكريز ليبيدو، ممكن يبقى عنده امبوتنس، ممكن عنده ايلوجسبيرميا. اوكي يا جماعه نتيجه الامبيرمنت اوف ميتابوليزم هيحصل للشخص ده ويت جين، ودي فيري كاركترستيك فور هايبوثايرويديزم بيشنت. خلاص الشخص ده فجاه على فكره من ضمن الكاركترستيك فيتشرز او الايرلي دايجنوستيك ساينز اوف هايبوثايرويديزم ان الشخص ده حصل له صادن جين اوف ويت. يعني شخص مثلا سواء ميل او فيميل طول عمره IGL in IGL weight وفجأة حصل له sudden gain in weight، والشخص ده مثلا الابيتايت بتاعته نورمال ما بياكلش مور ذان نورمال. اوكي الشخص ده غالبا اول حاجه بنقولها له روح اعمل هرمونال ليفل اوف TSH. ومصلي الشخص ده TSH عنده بيلاقيه عالي ولا واطي؟ اكيد عالي. ليه؟ لان الثيرويد هرمونز قليله، عشان كده as a reflex TSH release بيحصل له increase to stimulate the thyroid gland to produce thyroid hormones. اوكي الشخص ده كمان ممكن يبقى عنده dropping of the eyelids. واضح يا جماعه؟ يبقى دي الكلينيكال بريزنتيشنز اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي هي characteristic of hypothyroidism. طبعا نتيجه ان هو thyroid hormone deficient هتبص تلاقي الشخص ده GIT motility بتاعته impaired،
هتلاقي عنده constipation، ممكن يبقى عنده muscle aches and weakness. قلنا زي ما قلنا السكين بتاعه بيبقى فيه ميكزيديما فيتشر كده يا جماعه. الانرجي عنده impaired، فالشخص ده تلاقي عنده extreme fatigue. خلاص اوكي واضح. ممكن الشخص ده لو كان صغير شويه في السن ممكن تلاقي عنده characteristic features في الفيس بتاعه، خلاص بيسموها ايه يا جماعه؟ بيسموها الكريتينيزم. هتلاقي عنده ايه؟ هتلاقي عنده كورس فيشز، ممكن تلاقي عنده ثيك تانج، وتلاقي كمان السبيتش بتاعه از سلو. واضح يا جماعه؟ واضح. يبقى دي الكاركترستيك فيتشرز اوف ذا بيشنت وذ هايبوثايرويدزم. اوكي اوكي يا جماعه. طيب استكمالا للكلام اللي قلناه السلايد اللي فاتت، احنا اتكلمنا عن كلينيكال بريزنتيشن هايبوثايرويدزم ده في الادلت. اوكي طب نفترض الشخص ده عنده ديفيشنسي اوف ثايرويد هرمون سينس بيرث، دي بنسميها congenital hypothyroidism. تمام، ودي غالبا بتحصل نتيجة the deficiency of iodine in the mother's diet during pregnancy. تمام، ايه مشكلتها يا جماعة؟ احنا قلنا يا جماعة الشخص ده مشكلته ان هو الثايرويد هرمون عنده deficient، وقلنا الثايرويد هرمون is very important for mental development. خلاص، فاللي بيحصل ان الشخص ده بيبقى عنده underactivity of the thyroid gland at birth، فممكن يبقى grossly retarded. يعني هتلاقي نقدر نقول الطول بتاعه is نقدر نقول ايه shorter than normal، ممكن يبقى dwarf، ممكن عنده developmental delay، ممكن يبقى عنده abnormal features، كمان ممكن يبقى عنده mental impairment. اوكي يبقى في impairment in the mental and skeletal development of this patient. خلاص، وبيبقى عنده ممكن يبقى عنده characteristic features of cretinism اللي احنا قلنا عليها، ان هو بيبقى عنده coarse facies، وممكن يبقى عنده كمان thick and protruding tongue. ماشي خلاص، دي characteristic features if the patient has congenital hypothyroidism or deficiency of hypothyroidism since birth. واضح يا جماعة؟ طيب the diagnosis of hypothyroidism هو نفسه exactly يا جماعة بتاع hyperthyroidism، فأنا مش هعيده تاني. اوكي نفس الكلام exactly. تمام، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل evaluation للهرمونال ليفل، وبنعمل imaging المين للثيرويد جلاند، فبنقيس T4 وT3، TSH TSH receptor antibodies، بنقيس الثايرويد بيروكسيديز antibodies اللي قلنا ان هي دي ممكن تبقى زايده في حالات الهاشيموتو ثايرويدايتس اللي احنا اتكلمنا عنها، بنشوف imaging some imaging techniques زي الثايرويد سينتيجرافي، الثايرويد التراسونوجرافي، الام ار اي والسي تي سكان، وكمان بنعمل فاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي. اوكي يا جماعه نفس الكلام exactly بتاع الثايروتوكسيكوز، عشان بس ما اطولش في المحاضره اكتر من كده، وعشان نعرف بس ايه نركز واحنا بنذاكرها. واضح يا جماعه؟ طيب ايه التريتمنت يا جماعه بتاع الهايبوثايرويديزم؟ ده واحد عنده deficiency of the thyroid hormone، طبيعي هنديله ايه يا جماعه؟ هرمون ريبليسمنت ثيرابي، منطقي، واحد عنده الهرمون ناقص هنديله هرمون. تمام؟ طيب ايه هي امثله على نقدر نقول الدراجز اللي هي كان بي يوزد از هرمونال ثيرابي؟ تمام؟ هما يا جماعه المجموعه اللي احنا هنتكلم عنهم دول administered orally، الفايو افيلابيلتي بتاعتهم رينجنج فروم 48 to 80%. تمام؟ مين دول بقى يا جماعه؟ اول واحد فيهم اللي هو الليفوثايروكسين. الليفوثايروكسين ده معروف جدا، تمام، ده عباره عن سينثيتك تي 4 هرمون. تمام، ممكن ندي الليوثايرونين، اوكي ده سينثيتك تي 3. تمام، ممكن ندي الليوتريكس، ده كومباينيشن اوف سينثيتك تي 4 اند تي 3. ممكن ندي ناتشرال ثايرويد هرمونز، دي هرمونز احنا المجموعه اللي قلناها قبل كده دول كلهم قلناهم دول سينثيتك، انما احنا ممكن نجيب ناتشرال ثايرويد هرمون نعمل له اكستراكشن من البيكس. تمام، وطبعا هنعمل له شويه موديفيكيشنز كده، الثايرويد هرمون ده ناتشرال. تمام، وهيبقى فيه كومباينيشن اوف تي 4 اند تي 3. تمام، طيب على اي اساس يا جماعه بنختار اي واحد من دول؟ اول حاجه الدوز يا جماعه طبعا احنا بنختارها اكوردنج تو ذا سيتويشن اوف ذا بيشنت اند ذس ديرمايند باي ديير تي اس اتش ليفل. طبعا الناس اللي هم عندهم هايبوثايرويديزم المفروض ان احنا عملنا لهم تي اس اتش ليفل. الليفل اوف TSH is determinant of the severity of the condition. كل ما TSH يا جماعة ليفل إنها عالي أكتر، كل ما معنى كده إن الهايبوثايروديزم بتاعه is more severe. أوكي؟ طيب على أي أساس بقى هنختار واحد من الأربعة اللي إحنا قلناهم؟ أوكي؟ إحنا كلمنا قبل كده يا جماعة إن T3 is more potent than T4. خلاص؟ عشان كده لو لقينا شخص مثلا at risk زي مثلا old aged patient، تمام؟ والشخص ده مشكلته إن هو ممكن يبقى عنده cardiac troubles، واحنا عارفين ان الثايرويد هرمونز بتزود الكاردياك اكشن نتيجه انها بتزود تعمل اب ريجوليشن بيتا ريسبتورز، وبتزود السنسيتيفيتي اوف ذا كاردياك تيشو تو كاتيكولامين. ففي الحاله دي لو هو اولد بيشنت لايبل تو ديفلوب كاردياك ترابلز،
نتيجة تي 4 كاردياك اكشن، الثايرويد هرمونز ان جنرال كاردياك اكشن، هنديله الثايرويد هرمون الاخف اللي هو الليس بوتنت، اللي هو مين يا جماعة؟ اللي هو تي 4 اللي احنا بنعتبره سلايتلي ان اكتف ريليتد تو تي 3. واضح يا جماعة؟ يبقى لو هو اولد ايج بيشنت وليبل تو ديفلوب بروبلمز فروم ذا بوتنت فورم اللي هو تي 3، بنديله الليس بوتنت اللي هو التي 4. تمام؟ ماشي. طيب السينثيتك تي 3 طبعا بنديها لليونج بيشنتس اللي هم ما عندهمش اي ريسك فاكتورز وما عندهمش اي هارت ترابلز. اوكي. وفي حاله برضو لو الشخص اللي احنا ادينا له برضو تريتمنت تي 4 از نوت ريسبوندنج اديكوتلي، لان احنا عارفين طبعا ان تي 3 از مور بوتنت ذان تي 4. اوكي يا جماعه، واضح؟ اوكي يا جماعه. دلوقتي هنتكلم عن emergency condition زي ما اتكلمنا عن ال emergency state اللي هي حصلت في حالة الثيروتوكسيكوز اللي هي الثيرويد ستورم. اوكي. Oppositely في حالات الهايبوثيرويديزم ممكن يحصل emergency state اسمها ميكزيديما كوما. ايه هي الميكزيديما كوما دي يا جماعة؟ دي medical emergency بنقدر نعتبرها ال end state of untreated hypothyroidism. تمام. الشخص ده طبعا should be admitted to the intensive care unit ولازم يتعمل له تراكيال انتوبيشن اند ميكانيكال فنتيليشن. ليه الشخص ده يا جماعه؟ الناس اللي هم عندهم هايبوثايرويديزم مشكلتهم انه ما عندهم هايبو فنتيليشن وامبيرمنت اوف ريسبيريشن. سببها ايه يا جماعه؟ اول حاجه سببها طبعا ممكن يبقى نتيجه السيفير ماسل ويكنس اسوشيتد وذ ديفيشنسي اوف ثايرويد هرمون. تمام. انكلودنج طبعا ريسبيراتوري ماسلز. تاني حاجه ممكن تحصل نتيجه ايه يا جماعه؟ نتيجه الماسيف اوبيزيتي. الماسيف اوبيزيتي بتعمل حاجه اسمها اوبيزيتي هايبو فنتيليشن سيندروم، عشان كده الشخص ده بيبقى عنده impairment في الventilation. تمام. احيانا بيحصل fluid accumulation نتيجة الhypothyroidism يعمل some sort of pleural effusion and decrease diffusion capacity، ده سبب تاني برضو الhypoventilation. اوكي. احيانا في ال young age قلنا الكريتينيزم ال creatinoid fissures بتبقى associated with thick tongue. thick tongue ده يا جماعة ممكن يعمل obstruction of the respiratory airway. اوكي. يبقى ممكن يحصل some sort of mechanical obstruction by large tongue. اوكي. يبقى هي مشكلة الميكزيديما كوما دي مين اللي ايه يا جماعة؟ الهايبوفنتيليشن and respiratory impairment، فلازم يبقى admitted ولازم يتحط على tracheal intubation and mechanical ventilation. طب ايه الاذر manifestations اللي ممكن تظهر على البيشنت ده اللي هو حصلت له الامرجنت سيتويشن ده؟ ممكن يبقى عنده progressive weakness زي ما قلنا نتيجة deficiency of thyroid hormone. ممكن يبقى عنده stupor. ممكن يبقى عنده hypothermia طبيعي لان عنده decreased basal metabolic rate. عنده hypoventilation زي ما قلنا، عنده hypoglycemia. احنا قلنا الثيرويد هرمون يا جماعه بيزود الجلوكوز ليفل نتيجه الجلايكوجينوليسيس اند جلوكونيوجينيسيس، انما هو عنده هنا impairment of thyroid hormone production. ممكن يبقى عنده كمان hyponatremia دي due to decrease thyroid hormone. تمام. ممكن يبقى عنده water intoxication. تمام. ممكن يحصل له shock and death. تمام. دي كل دي المانيفستيشنز اللي ممكن تحصل نتيجه الميكزيديما كوما. واضح يا جماعه؟ واضح. طيب احنا كده خلصنا المحاضره، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا، ولو في اي حد ليه اي تساؤل ممكن يتفضل يجي لي في اي وقت. اوكي يا جماعه، شكرا.